خلا واحد يقدر يجيب 90 شنو الحوايج؟ انا اول مره نسمع جبتي 90 بلا باش بلا ما نقول اسمها انقطعت العلاقه وانقطعت بواحد الطريقه خايبه. كيفاش فاطمه الزهراء وصلتي لهذا البوست؟ دونك هي فاطمه الزهراء دابا جالسه في النواحي ديال برلين، جالسه عندها فونهايم ديالها خلصاتو، عيطت لهم قالت لهم انا كاين توجه. وما قلبتش بزاف على لي فيليير اللي كاينين قبل ما نختار، وهذه علاش كنقول لك عاوتاني لوريونطاسيون مهمه في هذه النقطه هذه. كنقول علاش فهمتي واش هادشي كامل امباكتينا الناس به باش كيعطيوك داك الفيلينغ، وداك الفيلينغ هو احسن حاجه. بصح هذاك ادرينالين وحده اخرى، هذاك كيحسك بانك انت خاصك تكمل، ان عندك مسؤوليه تجاه داك الناس، ان هاد الناس هادو ضروري. هادو هما اللي كيجيو كيدخلوا في ديبرسيون من بعد، حيت كتعلي الفوشتونغ ديالك بزاف، وملي كتجي كتلقى واقع تخيل ديالك. شكرا جزيلا، كنتم مع برنامج الحلم الالماني موسم الاول، انتهينا من البودكاست صافي، سالينا برنامج قد انتهى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الحلقه الاخيره من الموسم الاول حلم الالماني. الحلم الالماني هو واحد برنامج كان عباره عن بودكاست، استضفنا فيه خمسه اشخاص، وكان هو مقرر انه يكون فيه ست حلقات، والحلقه السادسه هي هذه. هذا المشوار اللي خطناه من الحلقه الاولى محمد امين، مرورا بعبد المجيد، مرورا بتويجري، مرورا كذلك بزين بو خمسه وانس، قدرنا اننا في الاخر بغينا يكون الحلقه شامله، والحلقه شامله ما غاديش نلقى احسن من احسن ضيفه ممكن انها تكون معبره، عبرت بزاف من خلال السوشيال ميديا على بزاف ديال القرارات بالنسبه للطلبه، كيفاش يمكن لهم انهم يتبعوا اسهل طريقه، كيفاش انهم يقراوا اللغه، ساهمت كذلك في انها تقري ناس اللغه الالمانيه، وكذلك بغيت نتعرف على داك الشخص اللي كنشوفوه في السوشيال ميديا ديما انه كيقدر انه يوصل لك فكره، وانه انسبيري، كيقدر بعض المرات تشوف فيديو ديالو وتبدا ان باركور. بغينا نعرفوه شخصيا شكون هو، ومعنا ومعكم الاستاذه فاطمه الزهراء نمباخ. السلام عليكم، شكرا بزاف على التقديم الزوين اللي درتي بهذا. والله الا جرتي جالي اختي فاطمه الزهراء بالله. شكرا بزاف، شكرا بزاف. لامباخ، واش لامباخ؟ لامباخ صدفه تخلقت، ربي خلقني بحال هكا باش نجي للالمان، وعاملتني بزاف السميه ديالي والله. حيت هي نورمالمون الساعه قبل كنطلق لامباخ، دونك الا بقينا في المغرب غنطلقوها لامباش، الا بقينا في المان غادي نطلقوها لامباخ. دونك تبدات ديك الكنيه ملي مشيتي. عاونتني بزاف، تنجي لك هذه النقطه ديال كيفاش عاونتني السميه ديالي بزاف. دونك فاطمه الزهراء شتي وقال شتي البرنامج، شتي البودكاست، شتي كيفاش الطلبه كنقدروا اننا نوصلوا لهم فكره. كان البرنامج كما قلت لك هو انه داك الطالب اللي يسالي اللغه ديالو ولا اللي يسالي كيحتاج واحد النوع من الموتيفاسيون، كيحتاج من نوع من انه يترشد في واحد الطريق معينه، بعض المرات كيتلف، كيوصل لك يقرا شهرين اللغه، يقرا ثلاث شهور، كيحبس ليه داك الموتيفاسيون باش كيكمل، ولكن في ان سيغتان مومون كيقدر انه ما يلقاش لانفورماسيون اكزاكت، ماشي اكزاكت ولكن ماشي ريال، ماشي حقيقيه. حنا من هذا البرنامج بغينا نوصلوا للحقيقه، حقيقه كحقيقه ديال سواء انه كيفاش يعيش المانيا، واش المانيا عباره عن حلم ولا لا، وسمينا الحلم الالماني، واش فريمون كاين حلم الماني، حنا كنسموه الامريكان دريم، واش يستحق، واش يستحق انه يتسمى الحلم الالماني كذلك، واش فريمون الناس عاشوا هذه التجربه هذه وترشدوا. كنسمعوا عمتك كتقول ما عندك ما دير بالالمان، خالتك ما عندك ما دير بالالمان. دونك فهاد كان البرنامج الهدف ديالو اننا ننزلوا للواقع، ننزلوا نشوفوا الناس اللي مشاو لالمانيا وعاشوا التجربه ديال المانيا، سواء كطلبه يلاه مشاو، سواء انهم عاشوا التجربه ولقاو معاناه وبغاو يوصلوا واحد الميساج معين. انا منين فكرت وشفت اون جلوباليتي، شفت فاطمه الزهراء نورمالمون تبارك الله عليك، قدرت شفت واحد الفيديو الاولاني ديالك في انستغرام كي كتقولي واحد كنتي كتقولي لي باش ما يبقاش تشبع الوهم، باش ما دير اجي تشوف كيفاش انك تدفع راسك عرفتي، راه قلت ما يمكنش انه يكون واحد الشخص كيقدر انه يرشد بحال هكا، بحال واحد الفيلينغ حسيت به من داك الفيديو، وقلت واحد النهار ان شاء الله نعيط لفاطمه الزهراء. عيطت لك اختي فاطمه الزهراء. شكرا. وكنتي تبارك الله ودوده، قدرتي انك تواصلي معايا وتقولي لي واخا عجبني البرنامج وكنت كنشوفه وما نجي ان شاء الله عندك علاش لا، وحاولنا اننا ننظموه، وكانت بعض الصعوبات كنجي سولتك قلتي ما عندي فين نزيد نخدم على بارك النهار من النهار من الصباح حتى الليل. دونك انا دابا انا نقدر نقول لك انني فخور جالس معك فاطمه الزهراء اليوم، وفخور ان الطلبه ولا الناس اللي كيشوفوا البرنامج انهم يشوفوا فاطمه الزهراء فري كيفاش تكون هي فاطمه الزهراء، لاني قلبت عليك ما عرفتش الباركور. راه صافي غير هادشي اللي كاين، غيكون دي زانفورماسيون حصريين. انت اول واحد غتاخذ دي زانفورماسيون على شكون انا، حيت نورمالمون الا شفتي لاباج ديالي ما كنادغيسيش لابارول لفاتي كفاتي كبيرسون اللي كيعرفوها بزاف ديال الناس، ولكن كهذيك الشخص اللي كتعطي لي زانفورماسيون، حيت هذاك الشيء لاباج على ود داك الشيء. واخا شي مره كنبارطاجي شي حاجه من الالتا يعني من النهار اللي كنعيشوا ولا داك الشيء اللي كندير، مي كنحاول دائما نبقى في اتجاه، حيت داك الشيء كاين كثير
اي واحد وصل للمارك يحل باج وكيبقى يبارطاجي فداك الشيء دونك المعلومه كثيره فداك الناحيه غادي نجيو لهذا الموضوع غادي نجيو لهذا اما الجهه الاخرى ديال انك تاورينتي بواحد الطريقه اللي كتكون بريسيز هذه اللي بغيت نبقى مركزه فيها دونك الكوتي الاخر ما كيعرفو حتى شي واحد هيا دابا حضري هذاك صافي اليوم غادي نجيو فاطمه الزهراء ما وليد 1995 تبارك الله باقا صغير الحاجه اللي كنت ديال كلشي كيقول عليها 1995 نعم انت خديتي الباك خديت الباك في 2013 فين في تازة انا اصلا من مواليد مدينه تازة في تازة تبارك الله دونك قريتي في تازة الابتدائي الاعدادي الثانوي كلشي حتى خديت الباك عاد خويت تازة كانت عندك فكره المانيا قبل الباك ولا تمر الباك مع عمرها المانيا جاتني على بالي نهائيا شوف راه بديت لافاك في الرباط وما الفكره ديال المانيا ما كانتش عندي نهائيا وديجا بديت القرايه ديال اسبانيا كنت غنمشي عند اختي لاسبان وتا بديت وعاد شي حاجه جات في الطريق اللي رجعتني للالمان شي حاجه ولكن مع بديت صافي داك ال... وفي الباك شنو كنتي باغي ديري اي واحد في الباك ديالنا كيكون كيحلم انه يدير لاين صالح انصام لي ينسجي ولا يمشي يقرا برا ما كانش عندي حلم وما كانش عندي توجيه وما كانش عندي اورينتاسيون نول نول وهذه هي الحاجه اللي علاش كنركز فيها بزاف كوتي ديال داكشي اللي كندير في لاباج كنحاول دائما نركز على لورينتاسيون حيت انا ما كانش عندي ولازيتي تشوف كاع داكشي اللي كنهضر عليه انايا في البروفيل ديالي اي حاجه اللي انا ما كانش عندي ولكن وصلت ليها بواحد الطريقه دونك كنحاول ما امكن نسلط عليها الضوء حيت انا ما وصلتش ليها في ديك الوقت ففاش قريت الباك انا كان عندي بي سي ازو فيزيك خديت الباك ديالي فيزيك من بعد خديت الباك بقيت حيره بحالي بحال اي واحد خديت الباك ب 13 ما بقى عندي ما يدار ميتين ما غندخلش ليه حيت اصلا ماشي شي حاجه اللي كنبغيها بزاف زور انني ندير ميتين لانجينيوري شنو غادي ندير السوي ديك الوقيته كان طالع دونك ما نقدر ندخل حتى شي حاجه كان عندي لافستي كان عندي كان عندي لافستي صافي هادشي اللي كان عندي يعني لافستي تقبلت فيها ديال الحسيمه مشيت حتى للحسيمه ورجعت فحالي ما عجبتنيش رجعت فحالي مشيت لوجدة عاوتاني كنت غنقرا فيها شتي في وجدة ورجعت فحالي 13 تبارك الله تبارك الله والو كنت كنقرا ولكن جبت 13 علاه ولكن ماشي مؤشر ما الباك النقطه ديال الباك ماشي مؤشر انا بالنسبه ليا دونك في ديك لابيريود كنت شويه الوالدين كيشوفوا الباك القسم ديالك لا نوت ملي كتشوف دابا ملي كتكبر عاد كتفهم الا لا نوت ديال الباك ولكن في ديك لابيريود كتكون شويه الباك كيكون عنده دور كتبقى تحس براسك ان الباك هو اهم حاجه باغينا منك داركم لانه هما ما عارفينش شنو غياخذوا انا راه بالنسبه ليا الباك هو كان كل شيء عرفتي شوف راه كان عندي واحد بروفيل ديال كان عندي واحد البيت الفوق كان عندي انا البيت ديالي من نص طاح دارنا ما كانوش كيشوفوني كنت ديما مخشيه في داك البيت ديما عرفتي انا اصلا هذه حتى هي وحده على الكوتي ديالي ما كنبغيش بزاف ديال الناس وجو بونس ملي كيشوفوا الناس مثلا كنهضر هكا نورمال في لي ستوري ومع الناس وهذا كيسحب لهم انا راني اجتماعي لواحد الدرجه كبيره وانا لا العكس راه يمكن غير مع الكاميرا كناخذ راحتي ولكن في الاصل مع الناس ما كنبغيش ديما نكون مجموعه من الناس بزاف دونك ديما كنت كنخرج راسي من الناس وكنبقى بوحدي كنبقى بوحدي كنبقى مع راسي انا وراسي انا كنت عزيز على القرايه كنت ديك لابيريود 2013 ما كانش شي حاجه سميتها التوجيه وما كانش والو والو دوكو كنت كنقرا الباك باش ناخذ الباك ومن بعد غنشوف شنو غيدير تيح الله كناخذ الباك تيح الله صافي هي هذيك خديت الباك بقيت تايها ما عرفتش شنو غادي ندير مشيت لافاستي ديال الحسيمه شفتها ما عجبتنيش المدينه ما كنقللش بالناس ديال الحسيمه ولكن انا ما عجبتنيش ما ارتحيتش فيها مشيت لوجده حتى هي ما ارتحيتش فيها دونك هو مونك دورينتاسيون توتال يعني زعما ولكن افيستي ديال الحسيمه افيستي الحسيمه راه ماشي في الحسيمه بالضبط واخا كانت خارج شويه لنا واحد المدينه وعرفتش الفكره الفكره بصفه عامه ما طرباتنيش يعني ما حسيتش براسي غندير فيها داك الشيء اللي انا كنبغيه ولا ما عرفتش ولا ربي كنديرها بالعاني بحال هكاك يعني شي حاجه اللي عطاها لي ربي كميساج انه لا ما غناخذش هذه الخطوه هذه ومن بعد عاد بديت كنفهم يعني كاع داك الامور اللي وقعوا مور الباك عاد بديت كنفهم شويه بشويه انه راه من الاول كان مقرر انه يوقع كل شيء كما وقع حيت المانيا والطريق ديال المانيا بدلت لي حياتي كلها يعني ويلا واخد الباك الله ديال 18 طون غادي تمشي تهاجري وتمشي للحسيمه يعني انا ناقشوا قبل انك انت ما بدلكش حسيمه انها غادي تقدري تكملي فيها مي واش داركم تقدروا يقبلوا ان واحد البنت باقا عندها 18 عام تشكري بوحدها وتقرا بوحدها انا الوالدين ديالي خصوصا الوالده ديالي الله يذكرها بخير والله يخليها لي ويخلي كاع الوالدين لكاع الناس هي عندها واحد الفكره انه القرايه كتجي هي الاولى ولا كارير ديالك كتجي هي الاولى وعاد كيجيو حوايج وحدين اخرين حيت هي انسانه اللي متابره يعني بالنسبه ليها انه تكون المراه مستقله براسها ماشي فيمينيست مي تكون المراه مستقله براسها يعني يكون عندها واحد الدخل ديالها ومعوله على راسها شي حاجه زوينه دونك حنا خدينا من عند هذيك الحاجه وانا اصلا كبرت فيا ديك القضيه ديال انه كنبغي نعول على راسي يعني ديك النقطه ديال انه نمشي لخوي المدينه ونمشي نقرا في بلاصه واحده اخرى ما كانش بالنسبه لي ان بروبليم يعني حتى هما باش نقنعهم ما كانش بالنسبه لهم بروبليم خويا كان هاجر اختي هاجرات يعني كتبقيت انا واختي الصغيره واختي الاخرى
حنا ثلاثه اصلا عندنا حنا عندنا قصه في العائله كلشي مهاجرين دونك ما كانتش فكره اللي هي صعيبه كوتي فلوس اللي كان شويه صعيب يعني كوتي انك تجي عند الوالدين ديالك وتقول لهم انا راه غادي نمشي لالمان بغيت نمشي لالمان وخصني الكونت يكون فيه داك الوقت كانت 10 مليون. لا انت خديتي لا ديسيزيون ديال المانيا مور من بعد انا راه خويت تازا جيت للرباط جيت للرباط غير ما بغيتش الحسيمه وما بغيتش وجده دونك بقى لي الرباط. قريت هنا في لافاك الرباط. قريت في لافاك درت السيمستر الاول كنت درت اس ام بي سي سيونس ماتيير فيزيك شيمي بحالي دخلت ما عاوتاني ما عجبنيش الحال عرفتي كان عندي واحد توجيه نوع ما عجبنيش الحال وما كذبش عليك جاني شويه الناس اللي كنت معاهم في لافاك جاوني تو ماتش على كيفاش نقول لك ما عجبنيش ما داتش الفيلينغ بيني وبين الناس اللي كانوا كيقراو تما ولا فيليير بصفه عامه دونك السيمستر الثاني قلبتها بيولوجي وبديت كنقرا بيولوجي في نص لافاك في نص لافاك ومشيت مزيان في البيولوجي يعني فريمون كنت مزيان كندخل لي ماتيير وهذا حتى في اس ام بي سي كنت كندخل لي ماتيير وكلشي ولكن كنحس براسي كندير شي حاجه اللي كنبغيها ولا شي حاجه اللي من الداخل ديالي كنعطي فيها مزيان يعني ديما كان عندي داك الفيلينغ ديال ما هادشي ماشي ديالك لا 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 هادشي ماشي ديالك صافي جات واحد النهار واحد الفكره كنت في غابافيل وغنطلع وكنشوف بنت ليا الكوت بنت ليا الكوت انستيتوت بحال هكا دابا ترى انت كتقولي لي حنا في الرباط ودابا كتقولي انا لافاك تاع الرباط كليه العلوم غتبقى هابط نيشان غادي تبان لك الكوت ضروري ما تبان لك الكوت واحد الزقه ضروري وكنقول لك داك الوقيته راه المانيا انا راه ما جاينيش على بالي نهائيا راه ما عنديش الفكره ديال كندو في لاني 2013 خديت الباك 2014 يعني الاول ديال 2014 الرباط فوالا يعني الاخر ديال 2014 الاول ديال 2015 ما كانش عندي فكره ديال المانيا نهائيا وكانت معايا واحد البنت كانت صاحبتي ذاك الوقت حتى هي كانت من تازة وجات حتى هي من تازة للرباط درنا انا وياها لافاك وهي اللي صراحه جاتها الفكره الاولى ديال المانيا حيت خوها كان تما خوها كاين في المان دونك جات عندي قررت حتى هي ما عجبتهاش لافاك ما عجبتهاش القرايه ديال لافاك انا نقول لك واحد الحاجه ما عمري قلتها لشي واحد كنت كنخرج باش نمشي لافاك وهذه خطا هذا خطا كنت كنديرو كنت كنفكر فيه وبغيت نقولو باش بدل ما ياخذهاش معيار كنت كنخرج من لافاك كنخرجوا حنا في الصباح باش نمشيو لافاك سيونس وحده انا لينا لينسا راك عارف مدينه العرفان كنت ساكنه في مدينه العرفان وكنقول شوف دابا هما كيمشيو لينا لينسا لافاك د ميديسين لافاك انترناسيونال وانا ماشي لافاك ديال سيونس شاد الحاله عرفتي والله وهذه فكره خطا والله العظيم رفيق هذه فكره خطا كنت كنقولها على راسي والله فكره خطا حيت اقسم بالله ما نقدروش نقرلو من لافاك ديال سيونس واش نقدر نقول لك انا واحد المعلومه ما عمرني انا قلتها انا ملي خديت الباك كنت دفعت الفيزا ترزات لي اول مره دفعت وكان اوبليجي ليا معاش تقريت الباك انا عندي البي ان انت قريتي قبل عن البي ان ومع مجيت نقرا في الاخر صاحبي اللي كيكون معايا والاخرين كنحبسوا حنا في باب الرواح انا كنزل انا اللي باب الرواح باش ننزل لافاك وهما كيمشيو حتى لبن رشد حيت داو باش يكمل ميديسين الاخرى اللي قرات معايا في الباك عاوتاني كتكمل حتى لافاك ديال العرفان باش تمشي تجلس في لينا انا داك الاحساس ديال اني كنزل انا الاول من الترام وكنخليهم هما يكملوا كان واحد كيوجع القلب الطريق اللي كنمشي بها من باب الرواح حتى كليه العلوم وكنبدا كنشوف داك كليه العلوم بحال هكا قدامي وماشي حقرت كليه العلوم بالعكس انا راه عاد عرفت شنو هو القيمه ديال لافاك وشنو الناس اللي كيقراو في لافاك شكون هما صح ولكن في ديك لا بيريود اللي انت عقلك فيه باقي يلاه باغي تعرف شنو هي المراهق يلاه باقي داك الاحساس ديال ايتيديا علينا ايتيديون فلانا راه ايتيديون انا اركيتكت كيقدموك داركم انت ما كتكونش فخور بشي حاجه اللي كتكون متاحه للناس كاملين هذا ماشي تقليل من الناس من لافاك كذلك ولكن راه في ديك لا بيريود في داك العقل في ديك الوقيته كتكون فيها اشكال فكرتيني بها والله راه عينيا وسمح لي قاطعتك لا ماشي مشكل ولكن راه فهمتي الفيلينغ وعلاش قلت لك غلط حيت فريمون حنا ما عارفينش القيمه ديال لافاك وشي واقع بزاف ديال الشباب دابا الا ما مشاش لواحد ليكول اللي هي سوبيريور ولا غادي يخلص بالفلوس ولا ما عرفتش يدخل شي ايكول معروفه ولا هذا الا مشى لافاك كيحس بها عقاب ما كيحش بها راه لافاك راه لافاك عرفتي لافاك شكون خرجات راه خرجت دكاتره وعلماء وما عرفتش اشنو وهما كيشوفوا لافاك راه عقاب يعني كيقول لك ايوا صافي اخر جا نمشي ندير لافاك راه لا راه لافاك راه حتى هي عندها قيمه راه حنا اللي كنخليوها حنا اللي كنفقدوا القيمه ديال الحاجه حنا اللي كنخليوها تفقد وحنا اللي كنعطيوها قيمه عاوتاني يعني غير النظره ديالنا هي اللي كتبدل وهذه فكره خاطئه عند بزاف ديال الناس حاليا يعني كياخذ الباك يا اما غيدير شي حاجه بريفي يا اما غيخوي المغرب يا اما غادي يحس براسو كيتعاقب الا مشى لافاك ما اكزاكتومون للاسف هادشي اللي كاين انا براسي انا براسي كان عندي هذاك الفيلينغ هذيك الوقيته وسورتو كنشوف راسي انا اكثر من هكا يعني عندي ديما انا شوف عندي ديما واحد الاحساس ومتيقاه وتيقه فيه 100% وكنظن هو اللي خلاني نوصل بزاف ديال الحوايج في حياتي انه انا كنحس براسي اونيك ماشي زعما كنت عالة على الناس ولا انا كنحس براسي ولا هذا ولكن انا الداخل ديالي تيقه انه كاينه شي حاجه اللي هي اونيك يعني
كاينه شي حاجه اللي ما كايناش عند وحدين اخرين كيما الاخر واحد اخر حتى هو عنده شي حاجه يونيك فوالا جات الامور بحال هكا بقات بقات حتى جات الفكره ديال المانيا من الكوت عن طريق ديك البنت اللي بخوها في المانيا شو سميت ديك البنت بلا ما نقول اسمها انقطعت العلاقه وانقطعت بواحد الطريقه خايبه خايبه دونك في ديك لا بيريود كنتي عرفتي المانيا بسبب المانيا كيكونوا دي تروك بحال هكا عادي كيكونوا دي تروك الحاجه اللي كومونسي الدراري اللي كيقراو عندي عليها هي الحاجه اللي بسببها نقاطعوا هذا عاونوا بعضياتكم ما غتخسروا والو عاونوا بعضياتكم ما غتخسر حتى شي حاجه الا مقدر لك الله غتجي للالمان راه غتجي ما مقدرش لك الله راه واخا دير شنو ما درتيش ما غاديش تخسر سبحان الله انه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا كل ما واحد انه قدر انه عمر قلبه بانه يعاون الناس وانه يفيد الناس ولا وفي الاخر كتلقى بعض المرات انا كطرى لي هذه كنشوف دي جون مثلا كيكونوا بحال دابا كيقول لك اقرا المانيا بتخبيه فهمتيني كيدير كيدير نص ديال المغاربه كيدير نص المغاربه كيقراو المانيا بتخبيه ما كيقولهاش ولا لا هي واستعينوا على قضاء حوايجكم بالكتمان هي انا متفقه معاهم الواحد انه بطبيعه الحال انه يخبي اي حاجه دارها ولكن ماشي لدرجه انني تحول هذه القضيه لواحد النوع اللي ما باغيش لك واحد البغض والعياذ بالله هذيك القضيه كتكون واحد البغض وداك البغض كيؤدي شي حوايج خايبين من بعد دونك فات لا بيريود هذه صافي دخلتي قريتي اللغه اللغه في الكوت غاليه فاطمه الصغار بلاتي عليا دابا اللي سمعها راه هذه قرات في الكوت انستيتوت راه غادي يقول هذه راه عندكم الفلوس كيقول كاين الفلوس عرفتي باش نجيب ديك لا بيريود انا عقلت 2200 درهم و 2400 درهم 2400 درهم لا 2200 لا 2450 كنظن كنت كنخلص ولكن شوفي يلاه جبت هذه الهضره غير مع الوالده هذه واحد اليومين كنقول لها واش عقلتي نهار جيت عندك وطرحت عليك الفكره ديال المانيا قالت لي باقا كنتفكر جالسه كنفطروا انا وياها جيت من الرباط مشيت الويكاند ومهمومه عرفتي طايح عليا الضيم علاش حيت صاحبتي صافي ما غتبقاش معايا في لافاك قررت انها تشد واحد الطريق واحد اخر وكنقول مع راسي انا لداخل ناري ما كرهتش حتى انا كون قريت الالمانيه ولكن ما عنديش لي مويا وما نقدرش شي انا فلوس ديال السوايع باش كنا كنديروا السوايع في الباك وفي سيزيام ما كنتش كنقدر نطلبهم للدار الا عطاوهم لي فلوس عطاوهم لي ما عطاوهمش لي ما كنتش كنقدر نطلب انا هكا ومازال لحد الساعه ما نقدرش نطلب شي واحد شي حاجه الشخصيه ديالك مع الاب مع العائله مع الاب ديالك كتكون ديما هكا ما نقدرش يعني حتى الفلوس ديال السوايع ما كنتش كنقدر نطلبهم ليهم دونك باش نجي عندهم نقول لهم راه غتحطوا لي اكونت فيه الفلوس وانا عارفه الحاله الماديه ديالنا كيفاش دايره وعارفه مازال خوتي حتى هما محتاجين فلوس وباغيين خصهم حتى هما يقراو يعني كان جاتني شويه صعيبه دونك سولتني الوالده ديالي قالت لي مالك مهمومه شنو عندك قلت لها راه صافي راه قررت انها غادي تقرا المانيا صافي راه كاين خوها غادي يعاونوها دارهم وديكشي قالت لي توكلي على الله بنتي قلت لها الوالده فاش غادي توكلي على الله باش قالت لي غير توكلي على الله ديريها في يد الله وتوكلي على الله ونشوفوا كيفاش غادي نديروا هي هذيك توكلت على الله عاونتني هي عاونتني اختي عاونوني الدار المهم الدار عاونوا صراحه تعاونوا معايا قريت الالمانيه ولكن نقدر نقول لك من الشهر الاول ديت فيه اللغه الالمانيه يعني فاش قررت انه نبدا اللغه الالمانيه كنت بقيت مازال في لافاك كنت كندوز امتحانات مي فواحد الوقيته صافي لاشيت لافاك لاشيت لافاك ماشي حيت لافاك ما كانش مسلكاني مي حسيت براسي انه خصني نتبع لهذا الشيء هذا حيت انا حاسه براسي مرتاحه فيه حتى الا ما جيتش للالمان غندير شي حاجه عندها علاقه بالمانيا في المغرب المهم غادي نبقى في هذا الطريق ديال المانيا حيت اصلا من السيمانه الاولى كتحس براسك عندك واحد الفيلينغ كيجبد قال لي هذاك هو الفايب ديالي فهمتي هذاك هو الفايب ديالي بديت كنقرا اللغه صافي حسيت براسي مرتاحه من السيمانه الاولى تلاقيت حتى مع واحد الجروب كنت كنقرا معاهم كانوا كيعاونوني الصراحه علاش حيت حنا كان عندنا نفس الفيزيون ديال القرايه وهما كيبغيو يتعلموا ما كناش كنقراو الالمانيه باش نجيو للالمان كنا كنقراو الالمانيه كلغه جديده وهذه الحاجه اللي كنوصلها لهم دائما للدراري كنقول لهم قراو الالمانيه وشوفوها ماشي هي قريت انا غناخذها باش نجي للالمان وصافي حيت تقدر تجي للالمان ولكن اللغه ما غتكونش عندك ماشي اللغه اللي غتحتاج دونك كنا كنشوفوا الالمانيه شي حاجه زوينه شي حاجه لغه وشفنا فيها تحدي حيت اللغه ماشي سهله ملي كتقراها كتولي كتحس براسك عندك ديفيرون على الناس الاخرين فوالا انا كنعرف واحد الحاجه ما عارفينهاش الناس الاخرين حيت انا كنت كنحس براسي اونيك لداخل وكنت ملي كنكون راجعه في التران للدار وزعما عايش كتاب الالمانيه كنقرا هكا وكنحس براسي طوب كنحس براسي لامباخ كنحس براسي لامباخ دونك فوالا صافي بدينا كنقراو اللغه الالمانيه عجبني الحال ارتحيت فيها ارتحيت مع الجروب اللي كنا كنقراو عنده هذا وكنت استاذه قراتك باربارا عرفتها ولا ما عرفتهاش واش عرفتها ولا ما عرفتهاش الله يودي باربارا غنيه انت تبارك الله استاذه واعره غزاله داك الاستاذه غزاله فاش كنت جيت المره الاولى لالمانيا للرباط كنت رجعت عندها للكوت ولكن من بعد نمديت كنجي ما بقاتش فهمتك دونك صافي هنا حبسنا قريتي اللغه وصلتي النيفو بي 1 دونك ما يكونش واقيلا من ديكو قريتي في الكوت انا جو بونس واقيلا بقيتي متبعه على الباركور لانها غاليه بزاف انك ما خاصكش تعاودي النيفو لانها خاصك ضروري انك تمشي ايتاب باغ ايتاب القرايه في الكوت في ديك لا بيريود انا كنت عارفه كيفاش كانت دايره تبارك الله كانوا كيقراو عدد قليل الناس قليل وقليل اللي كيقدر انه يقرا في الكوت ويخلص داك لاسون ومن بعد انهم ديك انتوما كتقراو في الكوت دونك كدوزو انترن في الكوت يعني دوز داك باربارا ولا الطويل ولا يدوزو القريه
مسيو طويت وقراني واحد لقيت طويت انا قرات هادو البيت فوا دونك فهاد لا بيريود هادي كامله وصلتي للنيفو ديال البي 1 ولا البي 2 انا نقدر نقول لك وصلت للنيفو ديال البي 1 قبل ما نوصلوا حنا للبي 1 كنت كنسبقهم في القرايه تبارك الله والله كنت علاش قلت لك انا الحب ديال اللغه كيخليك دير شي حوايج راه ماشي اي واحد غيديرهم كيفاش فاطمه الزهراء وصلتي لهاد البي 1 كنت كل نهار كنخرجوا من السونتر كنتلاقى مع الجروب ديالي كنت كنسكن ديك الساعه في لاسيتا ديال العرفان كنطلع كنحط الحوايج ديالي كناكل كنعاود نهبط عاوتاني كنتلاقاو في قهوه كنجلسوا داكشي كامل اللي قرينا في الصباح كنعاودوه في العشيه وكنا كنديروا تحديات بيناتنا نجيب انت كلمه جيب انا كلمه كنا بدينا كنتعلموا نهضروا كنحاولوا نكوميونيكيو مع بعضياتنا كونكو راه كنهضروا بالالمانيه وكل شيء وانا بوحدي مني راسي كنت انا كنتعلم بوحدي يعني كنت كنلقى كتاب كنبقى نترجم كنبقى نقرا كنبقى نقرا بصوت مرتفع باش نطلق لساني يعني كنت فريمون اكتيف بزاف لا لونغ كنت كنسبق الاستاذ كنت كنسبقه يعني الاستاذ ولا الاستاذه كنت كنسبقهم ما مره حيت مره كنت واحد المره لقيتها قراتني بربره وواحد لقيتها قراني مسيو طويل يعني في كاع الحالات كنت كنحاول نسبق الاساسي باش انا نحس براسي راه عندي واحد النيفو اللي هو زوين وكنت كنبغي نتحرك وكنشارك وهذا يعني كنت تيميده مش شايده كنت كنبغي نتحرك وكنبغي هذا دونك دوزت البي ايس ما نقولش واحد الحاجه عاوتاني في هذه القضيه اللي عاودتك في القرايه انه ديك انت ما كتشوفيش انه داركم يقدروا يوفر ديك لاصوم غالي وكتشوفي كتحط عليهم فلوس بزاف وكيكون واحد النوع علاش انا كنخلص هاد الفلوس كامله وانا ما غنستافدش دونك حتى كان حافز واقيلا بصح بصح هاد قرايه اللغه نورمالمون راه غاليه الالمانيه دابا حاليا كنلقاوها غاليه دابا لي سونتر 1500 1800 كاينين غاليين لا وانا من الناس اللي ما عزيزش وهضرت هو كان تفكير خطا شحال هادي ديال الصور ما عزيزش عليا الفشل راه كل فشل شي حاجه زوينه يعني انا من راسي كنت كنقول مع راسي ما خصكش تفشلي هادي حاجه ما خصكش تفشلي فيها حيتاش دجا النهار فاش جيتي وهضرتي مع الوالده ديالك شفتي لا رياكسيون ديالها كيفاش دايره دونك صافي عندك ميسيون عندك ميسيون خاصك ديريها خاصك تجيبي النهار ديال البي ان الخلعه اللي كانت شويه اكثر من الخلعه ديال الباك ولكن البي ان خلصوا شي 1800 ما كانش غالي داك الوقت ما عقلتش على لا سون اكزاكت ولكن ما كانش غالي صراحه خديتي خلصتي كذا كامل جيتي خلصت وسط البي ان ديالي ميم با سيمانه ما بين البي ان والبي 2 دخلت قريت البي 2 ما حبستش مع ساليت البي ان دخلت بديت البي 2 فلوقيت صافي تمشي لا لون فلوقيت اللي بديت كنقرا البي 2 تما عاد بديت كنتعرف على كيفاش غندفع فين غندفع اما فلوقيت ديال لا بيريود ديالي ديال القرايه ما كنتش كنقلب حتى شي حاجه عندها علاقه ديال الفيزا ولا شد الغونديفو ما تشد الغونديفو والو حتى شديت البي 1 وبديت كنقرا البي 2 اون باراليل ديك الساعات بديت كنعرف نقلب وهذا وتما فين بداو المشاكل مع البنت اللي دونك صافي بديت كناخذ معلومات خاطئه بديت دا شويه ديال البغض شويه ديال هذا علاش هي هذا في اللغه علاش قلبي تصلاص ودا في الاستوديو كنت ما عارفه والو يعني ما عنديش اورينتاسيون شحال هادي ما كانش لا سورس ديال لافورماسيون ما كانش بحال دابا تقلي على ديزي كلشي اكسيب ويلي شوف باش فكرتك وشوف ميم جينيراسيون ميم جينيراسيون عقلي سمعت عليهم نهائيا انا ما كنتش سمعت عليهم ما عرفتش فين كانوا كيجيو للكوت وراه هما اللي كانوا ديك الساعه هما توجيه هما المانيا الا بغيتي تعرف شي حاجه على المانيا كتمشي تقلب على دايزين ديك الوقيته دايزين الكونسيبت ديالهم هما دايزين قال لك حنا جايين دايزين غادي نجيو غادي نعطيو واحد كيدوزو من مدينه لمدينه بعد المره كانوا كيديروا كيمشيو حتى المانيا كذلك كيمشيو يديروا محاضرات دونك فهاد لا بيريود هادي بالضبط هي اللي كانوا انا منها عرفت منو انا انسبيراني نهار شفتو دخل بدا كيدوي وكيعاود لك على المانيا وعلى الطلاب والمهاجرين وكيفاش كانوا الالمانيين هما المغاربه هما الاولين في الاجانب من بعد ما جات سوريا وكثروا عرفتي داك واعر وكنا عطانا دي زانفورماسيون جلوبال على كيفاش كنشرح لنا شنو الفرق ما بين تسولاسونغ فخاي تسولاسونغ بيشغين كيكونغ يعني اوبليجي اليوم يعطوك تسولاسونغ يعني ما تخافش ميمسي عندك 10 في الباك ولا 11 غاتاخذ تسولاسونغ عطانا الجامعات عطانا الفرق ما بين المقاطعه وما بين ستوديو ما كانش معروفه في ديك لا بيريود اوس بيلدون لا لا ما اوف ما كان حتى واحد كيعرف انا كاع اللي كانوا كيقراو معايا كانوا غادي يجيو تقريبا يا ماستر يا باتشلا ما كان زعما ما كانش اوس بيلدون نهائيا كتجبد في داك الشيء اللي كنا كنعرفو حنايا نهائيا فهمتك دونك فهاد لا بيريود هادي صافي عرفتي بديتي كتفعي ستوديو فديت كنقلب وكان كما قلت لك لافورماسيون كانت صعيب انك توصل ليها وكانوا الناس اللي عايشين في المان باش تهضر مع واحد عايش في المان ويعاود لك على شي حاجه هنا اوف كيف ما عرفتي كنت كنفرح ملي كنهضر مع شي واحد كاين في المانيا وكنعاود تخيل معايا كنت كنقول يا ربي عاود لي غير كيفاش داير الحياه في المانيا كيفاش كيعيشوا كيف ما عرفتش واش تفهمني ولا لا فهمتك راه شي حاجه بات ولكن راه كنت كنقول كنبقى جالسه ما عرفتش كنقول الناس دابا كيفاش عايشين في المان دابا هذا اللي عايش في المان كيفاش عايش حنا قرينا بروغرام داف كومباكت داف كومباكت نوي شنو كان كيدير داف كومباكت الاول نوي عاد زادو داف كومباكت شنو كان فيه التيما ديال هاوس بانوف انا داك التيما كنت كندخل للكتاب نشوف داك التصويره ديال هاوس بانوف كيفاش القطع فهمتيني التيكيت وكيفاش كيمكن الانتريت سيكيت كي دايره
كنت باغي نشوف هي شي تصويره فيها اين غانغ فهمتيني كيفاش هادشي كان ما عرفتش دابا واقيلا مع ولا كلشي متاح ولا كلشي ما بقاش داك الاحساس بالضبط. اما ديك الوقيته كتكون باغي يعرف بصح كي تشوف شي حاجه زعما قريبه معلومه بسيطه توصل ليها لهاد الدرجه كان عندنا فقر في المعلومات. المشكله كندوي في 2015 2016 ما كندويش شي اوقات ما بعاد في ديك لا بيريود. راه شوف المانيا ولا المان راه دارت البوز عاد مؤخرا راه شحال هادي ما كانش معروفه بزاف. انا كنظن دربنا ولا فتازه كامله انا الاولى اللي جيت لالمان اصلا تازه صغيره بزاف مع انا مأكدة في دربنا مهم انا الاولى اللي جيت لالمان حيت تازه صغيره. مي دابا اي واحد كيقدر يقرا البي ان كنت جبته واقيلا كنت من الاولى ديال الكوت ما عقلتش والله ما عقلت مي جو بونس في 99 والبي 2 كنت 93 ما عقلتش 93 ما عرفتش واش 93 ولا 92 ما عقلتش الا جبتي تاخذ في ديك الوقيته دونك كنتي تبارك الله. واش كنقول لك راه كنت كنقرا ماشي باش نجي لالمان كنت كنقرا حيت اللغه عجبتني. شنو احسن موديل بالك كنتي كتخدمي عليه مزيان لازم هور شحال ما كانش عندي فرق بيناتهم كاملين كانت اللغه كنبغيها كباكيج يعني ما كنختارش ما كنقولش انا مزيانه في الليزن وخايبه في الهون ولا هادي كنت كباكيج كنخدم اللغه كباكيج حيت كنرجع. شنو اللي خلاها واحد يقدر يجيب 90 شنو الحوايج انا اول مره نسمع جبتي 90 جو بونس حيت كنت اكتيف في لا لونغ ماعرفش جو بونس حيت بغيت لا لونغ نهار كامل كان في لا لونغ حيت ما كنت كندير حتى شي حاجه ما كان عندي والو يعني القرايه ديالي في الحياه كانت هي لا لونغ ولا نقولوا هذاك هو الماء الاخير كان صافي ولا فوالا ولا الحافز ديالي كان يمكن الحاجه اللي كنوصلها للدراري حتى هي دابا انه يكون الحافز ديالهم واضح حيت كل ما كان الحافز ديالك واضح فين باغي توصل كل ما خدمتي اكثر وعطيتي اكثر. دونك انا الحافز ديالي كان باين يعني انا الحافز ديالي كان باين انه خاصني نوصل ديك الحاجه حيت انا بالنسبه لي هي المنقذ يعني كان عندي بزاف شوف كنت جايه بنيته صغيره من مدينه صغيره ولكن طموحي كان كبير فهمت يعني كل ما وصلت عاد قلت لك انا فاش كنت كنقرا في لافا كنت كنشوف ماشي شي حاجه ديالي كنشوف راسي كبيره على داكشي اللي كنت كندير يعني بغيت نوصل لشي حاجه اللي ما كيديرهاش اي واحد واحد الحاجه اللي غادي ندخل فيها بتحدي مع راسي انا نيت وفي واحد وكنت كنشوف كنت كنجلس مع راسي ملي كنقرا المانيا وكنقول حتى الا مشيت لالمان ما غاديش نكون عابر سبيل في المانيا غندير شي حاجه غندير شي حاجه اللي غادي تكون. دونك دابا وصلنا انك تسولاسونك اول سولاسونك عقل عليها ما عقلتش والله ما عقلت انا مدينه دفعتي بزاف دفعت شوت كوليك ما عقلتش انا مدينه كنت دفعت مي انا جيت بكوتن فورشو لانهالت دونك قريتي في كوتن شتي كوليك لا ما قريتش في كوتن جيت جبتي دوسي لي زافنامات او عطيني بدا ما نقزوش اول نهار خرجت الفيزا بعدا نهار دفعت الفيزا نهار خرجت لي فيزا راني فتازة وجاي للرباط واش حتى انا في لا بيريود اللي كانوا كيعيطوا فيها كانوا كيعيطوا راني فتازة وراجعه من تازة للرباط. عاودي لي كيفاش عيطوا عليك وكيفاش كنتي كتسنى الفيزا نهار دفعتي الفيزا بعدا كان رونديفو ما كانش ساهل انك تاخذو بقيت تعطلت سيمستر باش يخرج ديال الرونديفو. انا نورمالمون ساليت البي 2 ساليت ورقيه كلشي كان واجد ما لقيتش الرونديفو سيمستر كامل وانا كنتسنى في الرونديفو حتى السيمستر اللي من موراه عاد قدرت نلقى رونديفو ما لقيتوش بطريقه عاديه خديتيه سريتي ما لقيتش حيت كانوا كيشدوا بان بروغرام كانوا كيشدوا ان بروغرام وي راه كنت كنوض السبعه ولا مع 5 الصباح ولا مع 6 الصباح كنا كنتسناو 8 الصباح المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه والو شويه بقيت كنلقى راسي كنتعطل. دونك شنو خصني ندير درت داكشي اللي كيديروا اي واحد سيت رونديفو في ديك الوقيته وصافي وصلني رونديفو جمعت الوريقات ديالي قديتهم موتيفاسيون شخايب نديرها بوحدي صحيت راسي كتبتها بوحدي صحيت راسي بوحدي ودفعت بها توكلت على الله يعني ما كنتيش كتقولي يقدروا يرفضوا لي عندي عام خاوي عندي ما شوف النيجاتيفيتي ما كنت كندخل حتى شي حاجه لبالي دفعت بيو تكنولوجي حيت كنت دايره بيولوجي في لافاك هذه اللي فكرت فيها ان باش نبقى قريبه دفعت تي كورس على حسب شوج كوليك موتيفاسيون شخايب كتبتها بوحدي صافي جمعت الوريقات اللي كانوا مطلوبين جمعت الوثائق ديالي ومشيت حطيتهم كتلقى هذا الكيشي الاول والكيشي الثاني وكان كان واحد حدا الباب ما عقلتش واش تعقل عليه قلت عليه قلت عليها صعيبه هذاك هو كان هو سطاج الوحش هذاك هو سطاج ديال الوحش كان كيتعامل بواحد الطريقه تقول هو اللي غادي يطبع لك الفيزا ويعطيك انا كنت سمعت بلي نهار كتدخل الفيزا وكتدخل القنصليه داك النهار كيكون عندهم الكاميرات وكيشوفوا فيك وكيقول لك غيسولك وغيسولك بالالمانيه وما هضرتيش مزيان غادي يحيدوك كانوا هاد الخلعه راك عارف الاخبار ديال الطاكسيات يعني راه كتبقى كيداوروا داك الهضرات بزاف راه هادشي اللي واقع دابا في لي جروب في فيسبوك وهذا كيبقاو يجيبوا شي هضور يعني الانسان كيتخلع على والو. انا راه مشيت مستريسه كنقول لك النهار ديال البي 1 بيتو دوزو بحال ما عندي عادي صافي حيت ستريس ديال البي 1 والنهار ديال ندفع الفيزا كان فيها واحد ستريس يعني ديال الباك ما ستريس ديال غتمشي غتحط وهانت كتسنى شحال باش يرضوا عليك عقله اكزاكتومون 14 يوم ما كاملاش كنظن ما كاملاش 14 يوم ما كاملش كنتي في تازه وكنت في تازه وعيطوا في التليفون صافي حطيت وريقاتي ما بقى عندي ما يدار هنايا صافي ساليت رجعت لتازه وحطيت مشيت كنت في الدار وراجعه من تما لهنا غادي نرجع للرباط
وانا في الطريق ما بين تازه وفاس عيطوا لي الو الو السلام عليكم اها لالا راه خرجت لك الفيزا اشي الله يا خويا الله يا خويا قولها لي غير ملي كنت تازه نجيب معايا حوايجي تلفت ديك الساعه ما عرفت شنو ندير واش نكمل الرباط نوقف تازه فاس عيطوا لي في الطريق وانت غاده عيطوا لي عيطوا لي في الطريق صافي في البلاصه ما قطعتش معاهم يدي كدير بحال هكا كنقول الله الحمد لله يا واش الحمد لله في التران والله القسم الا في التران باقي عقله عليها لحد الساعه لحد الساعه لا انا ما عرفتش انا ما كنشاركش يعني ما الناس اللي كيكونوا جالسين حدايا في التران ما كنهضرش معاهم خليتها عندي عيطت اول حاجه عيطت الوالده ديالي هي اللي قلتها لها وبكيتي شويه عرفتي الطريق كامله وانا كنت نخلص الطريق عرفتي علاش حيت كتحس براسك وهي راه مازال باقي ما بديتش كلشي يعني راه داك الساعه يلاه بديتي قلتي بسم الله في الطريق مي فريمون كتحس براسك صافي جنيت داك الثمار اللي كنتي كتحصدهم هذيك المده كامله وسورتو انا ديما كنخلي قدام عينيا شوفه ديال الوالده فيا حيت الوالده ملي كتشوف فيا كنشوف بواحد الشوفه ماشي اي واحد كيشوفها بي يعني معاه عطاوني هذاك الخبر صافي جاتني الصوره ديالها في وجهي وجيت فكرت النهار اللي مشيت عندها وقلت لها راني بغيت نقرا المانيا يعني صافي يعني شافت هي في داك عرفتي جات واجه واحد دابا كنتفكرها غير كنرجع ايموسيونال حيت ملي كنتفكر هذيك اللقطه ديال كيفاش قلت لها راني بغيت نقرا المانيا وقالت لي توكل على الله انا معاك ودابا خرجت وداك اللقطه فين خرجت لي الفيزا وكنقول صافي راه بقى لي غير واحد الخطوه صغيره وغنوصل حتى انا غنمشي تما ونعوضها وندير 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 صافي يعني كنحس بالقلب ديالي ديك الساعه صافي غادي يوقف صافي وصلت للرباط جيت مشيت خديت الفيزا ديالي وعاد رجعت عاوتاني نتازا عندك شي واحد في المانيا اللي هبطي عنده ديك الفكره والو حتى واحد ما كنت كنعرف حتى شي واحد فريمون حتى شي واحد كان معايا دراري كيقراو في الكوت في البيت سفاي قراو معايا شدوا الماستر ازو كانوا يشدوا البيت سفاي وجاوا داروا الماستر تواصلت مع واحد فيهم غير باغازار بغى سول فيا قال لي واش خرجت لك فيزا ولا لا قلت له فوالا خرجت لي راني غادي ننزل في برلين وانا جايه في برلين وما كنعرف حتى شي واحد غنزل غير نزل برلين برلين اه نزلت برلين باش نبقى زعما قريبه في الشرقيه على حساب كوتن وصافي باش ندوز فيها شون كوليك قال لي وانا راه قريب لبرلين راه نقدر نجي نتلقى لك قلت له اها والله ما الله يلا كثر خيرك جات لقى لي مشى هو اللي وصلني من المطار حتى في البلاصه فين كانوا ساكنين تما لقيت الدراري كاع اللي قريت معاهم في الكوت لقيتهم مجموعين تما كلهم جاوا نفس البلاصه وداروا نفس في نفس الجهه كملوا الماستر ديال كانوا داك الساعه يلاه كيديروا الدايسه ولكن جاني نسولك ما قلتيش لي داك الفيلينغ مع الطلعه في الطياره اول مره طلع في الطياره داك احساس ما عمري ما غادي فريمون ما عمري ما غادي نقدر نوصف شي حاجه اللي كتوصف داك الاحساس هذاك حيت اصلا حسيت براسي كيفاش نقدر نقول لك ما بين ايموشنال وما بين متشوقه يعني كان عندي واحد التشويق انه بغيت نوصل لالمان ونشوف هذيك الحاله اللي كنت كنتخيلها ويلا نزلتي لبرلين عرفتي برلين ولكن كاين جوج مطارات في برلين واخيلا كنت نزلت ديك الساعه في تايغل واقيلا ما عقلتش كانوا جوج كنت انا نزلت في تايغل يمكن نزلتي بديتي كتشوفي برلين نزلت مع الثلج جيت شهر جوج وكان الثلج والبرد البرد 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 ما كنحس براسي مرتاحه على التلج وكان عندي واقيلا واحد لو شوك يمكن كان عندي واحد لو شوك ديال اللي خلاني نحس براسي راني مرتاحه وهبط وجيت ترونكيل لقيت هنايا البلاصه فين غادي يعطوني الدراري يعطوني خواو ليا دار فين نقدر نبقى فيها لغد لي مشيت خديت فونهايم غير باغازار تما غير لقيتو بريفات خلصت عليه دخلت ترونكيل عيطت لوالديا قلت لهم انا وصلت الحمد لله ركبت لاكارت هي اول حاجه وصايت تما فين بدات الرحله بدات الرحله ديال المانيا تما فين بدا الكفاح ديال بصح يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نبداو البودكاست يلا غنقولوا بسم الله البودكاست ونعاودوا يلا غنقولوا بسم الله الرحله في المانيا حيت الرحله في المانيا مشوقه اكثر من هذا الباركور اللي سمعنا لان رحله اخرى كتمتاز عاوتاني بواحد لانه انا دابا متشوق دابا بغيت نعرف يلا بدات فاطمه الزهراء جات من تازا للرباط من الرباط دابا دخلت لألمانيا وصلت لذاك الحلم وقال ذاك الأونيك وليت دابا خاصها تولي أونيك وسط الناس أنا متأكد خاصها تكون أونيك وسط القضية خاصك تحارب ميمشي إنك كتحس براسك دابا عاوتاني يلا قطع الواد ونشوف رجليك يلا قلتي بسم الله يلا فهمتيني قلتي بسم الله وغادي تشوف شنو كاين ألمانيا كألمانيا وأنا عارف ألمانيا كألمانيا كيفاش كتكون ذاك الديبار ذاك داك شنو كان عندك قبل وشنو لقيتي شنو كتشوف راسك عاد عاد الانتغراسيون كي تكون عاد انا اللغه مزيان الحمد لله دونك ما نخافش عليك فهادي انا كندير تخمينات انا ما عارفش ولكن كندير تخمينات كيفاش فاطمه الزهراء تكون عاشت هذه القصه هذه كاي واحد كيشوف غنشوف كيفاش انا فاطمه الزهراء دابا عاش دونك هي فاطمه الزهراء دابا جالسه في النواحي ديال برلين جالسه عندها فونهايم ديالها خلصاتو عيطت لهم قالت لهم انا كاين توجه قديت البويت ديالي ترانكيل
عرفتي داك الاحساس ديال انك اول مره غتكون بوحدك، يعني حيت فاش كنت ساكنه في لا سيتي ما كنتش ساكنه بوحدي، فاش خديت هذاك الفونهايم خديته بريفات وكانت البيت ديالي بوحدي، وعرفتي باش يكون عندك بيتك بوحدك، يعني انت ساكن كنتي ساكن في تازة مع الدار، مشيتي للرباط سكنتي مع البنات، من الرباط جيتي لالمان وساكن بوحدك، يعني تما داك وصلت لذاك الاحساس ديال الاشباع ديال انه انا راني مستقله دابا، راني انا خصني نوقف على راسي لراسي، تما فين كيبدا داك الاحساس ديال انه الشخصيه ديالك كتبقى تكون، يعني تما فين كتسد عليك بابك كتجلس كتطلع عينك في السماء بحال هكا وكتقول صافي انا بوحدي دابا، عندي انا والله حيت ما كنعرف حتى شي واحد، الدراري واخا كنعرفهم واخا كنعرف الدراري كيقراو معايا ما كنطلع شويه على الخضوره، لا كداك الساعه كنتلج عرفتي كنحل السرجم بحال هكا يلاه كنغياليزي، حتى لا غد ليه في الصباح عاد بديت كنستوعب راني وصلت لالمان فريمون فاش ديك النعسه الاولى وعاد كتفيق مابغاش يجيني الناس مابغاش يجيني الناس، كنحاول 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 كنسترجع كاع داكشي اللي داز، كنسترجع البي ايس، كنسترجع الطريق ما بين تازا والرباط، كنسترجع لافاك، كنسترجع لا سيتي، كنسترجع داك الضغط ديال الفيزا، داك الضغط ديال الرونديفو، داكشي كامل عاد كنسترجع، اخر حاجه كنسترجعها هي النظره ديال الوالده ديالي في المطار، صافي اخر حاجه كنشوفها وكنحط راسي، ولا غد لي في الصباح فاش داتني عيني وفقت في الصباح عاد بديت كنغياليزي انا راني وصلت لالمان. دونك هنا شنو من بين اول حاجه درتيها دخلتي الكوتن تسجلتي دوسي الافنا ماتيس دوسي شي افنا ماتيس ديال شي يونيفرسيتي اخرين ديال كوتن ما دوزتهاش، دوز ديال بالين واخا جيت بكوتن ما مشيت دوزش كوتن ما مشيت دوزتهاش، ودوز ديال بالين ودوز ديال فرانكفورت ودوز ديال كونستانس ولا ماشي 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 كونستانس، دوز ديال كايزرسلاوتن كايزرسلاوتن واش ماشي 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 تي او فاخوغشولا حيت كيطلبوا بيت زفاي دوزهم هادو بثلاثه وما نجحتش فيهم وحبس صافي قلت دابا هاد السيمستر هادي ولا هاد العام هذا بالضبط غنكرسوا لا لونك وغنكرسوا لانتيغراسيون. ولكن انت عندك بيزنس فاي شنو انت زدت قريت سي 1 قريت سي 2 ومشيت ديك الساعه لبرلين وقلبت على خدمه وبديت كنخدم، ومن بعد ما قريت سي 1 قريت سي 2 وكنخدم وكنخلص داكشي اللي كنقرا حيت الوالدين ما صيفطوش لي، يعني صافي وصلت لالمان ستوب. كيفاش تخدمي خدمتي؟ انا نشرح لك، خدمت ابتداء السيمانه الثانيه عندي في لالمان بديت كنخدم، حيت فاش وصلت ديك الساعه كانت الموجه ديال السوريين كانوا بداو كيجيو وكانوا الدراري اللي كنت مع اللي كانوا معايا كانوا ديجا خدامين مع الترجمه كانوا كيترجموا، دونك جيت لقيتهم ديجا كاينه واحد الخدمه كيعرفوها، شنو بديت كندير انا بديت كنترجم، كتمشي مع واحد المراه مثلا الطبيب ديال النساء ولا كتمشي مثلا مع واحد عند محامي، كتمشي مثلا عند يوغنت امت مع شي دري صغير كتبدا ترجم، المهم كنت كندخل راسي شويه طلعت لبرلين، كوتوبوس كانت كتجيني صغيره كنت واحد المدينه سميتها كوتوبوس، كوتوبوس جاتني صغيره طلعت لبرلين، كنقول لك الطموح باغا بزاف نكتشف، طلعت لبرلين برلين راه كبير راه كبيره بزاف كيقولوا عالم برلين برلين كبيره بزاف، تما فين قريت لا لونغ قريت السيرفاي كنخدم وكنخلص والكونت حتى هو كان عندي يعني كنت كنستافد من الكونت اللي ديبلوكيت كنخلص ملي كنمنو الكره ديالي كنخلص هذوك الاوسكار اللي كيكونوا عندي كل شهر زائد الخدمه حتى هي كنخدم وكنعيش كنخدم وكنعيش، مي ما كنت كنسافر ما كنت كنمشي، خويا اختي ما مشيتش عندهم واخا راهم حدايا اختي في مدريد وخويا في روما ما مشيتش عندهم نهائيا، يعني كنت كنحاول ماكسيموم بان ايكونوميزي داكشي اللي كنخسر ونحاول انفيستي في داكشي اللي غادي نتعلم منه من بعد، قريت لا لونغ من بعد درت فورماسيون ديال بيداغوغي حيت ما عرفتش علاش درتها ولكن درتها وصافي، كنقول بغيت نعرف كيفاش نكوميونيكي مع الناس كيفاش غنكوميونيكي مع الناس، يعني كيفاش نقدر نوصل المعلومه بطريقه زوينه وكيفاش نكوميونيكي في مجتمع الماني كيفاش كنقولوا حنايا، وهنا فين كنقول لك علاش ملي كيكون الدافع ديال انا وصلت لالمان كان امكاني ما نقراش لالمانيا صافي وصلت يعني درت داكشي اللي خاصو يدار نورمالمون خرجت لي فيزا وجيت لالمان علاش غنزيد نقرا المانيا، ولكن لا راحيت اصلا افون ما كانش عندي الهدف ديالي هو نشد الفيزا ونجي لالمان، لا شي حاجه لداخل كانت كتقول لي شوف هذه هي الطريق هذه هي الطريق والمانيا ماشي غير المانيا وصافي يعني خصك تزيد فيها القدام، دونك صافي هاد لا بيريود قريتي اللغه خدمتي في نيبن جوب عام كنت كنخدم في فولكسفاجن بازيت سونغ السوريين خديتي اول خلصه ديالك في المانيا دابا الاستقلاليه شكون ديال فاتين دابا وين خديت دابا الفلوس دابا واخا كتهز ملي كتعاود تحتفظ انا ولكن ماشي مشكل كتحس براسك داك المشكل ديال الواحد انه كيفرق كتقول مليون ماشي مليون 1000 اورو غتسالي لا راه هذا غلط كنديرو غلط بزاف ديال انك كنترجمو كيقول لك راه بديتي كتشد مليون كتوقع بزاف كيسمع كتخلص جوج المليون كيقول صافي راه جوج المليون ونص ديالها كيمشي غير في الاوسكابن ولا حتى في لا مورا البازيس 1000 البازيس صافي والمعيشه في المانيا ماشي بحال المعيشه في المغرب ودابا عاوتاني غلات من كورونا وعاد من بعد كورونا راه الاسعار دونك انا بغيت نعرف دابا من بعد انك ما حيتي داك السيمستر دخلتي عاوتاني قريتي ستوديون كوليك عاوتاني بدا جديد من بعد صافي ساليت تانتيغريت مزيان في برلين كنت كنسكن كنت كل تقريبا كل شهرين كنتحول
ماشي حيت انا ما لقيتش فين نسكن. شنو اغرب قصه طرات لك داك السيمستر شي حاجه عقاق عليها فديك لا بيريود؟ انا نقدر نقول لك احسن حاجه واغرب حاجه وقعت لي لوطيل اللي مشيت نخدم فيه كان 5 ايتوال. مشيت نخدم اس هاوس كيبينغ، كنقيو البيوت كنحكو هذا يعني هاوس كيبينغ. السيد اللي كان شاد ديك الشركه اللي شاد الهاوس كيبينغ في هذاك لوطيل كان تونسي. جا واحد النهار وقع شي بروبليم مع شي وحده، كيفاش نقولوا بغات تحقرني حيت كانوا معايا خدامين افارقه، معايا ناس ما كيهضروش بالالمانيه، وكتعرفي كيفاش كانت كتعامل معاهم. وهي راه فيتناميه والله يخليك، راه فيتناميه ماشي تاع المانيا، فيتناميه، وكانت هي المناجرين ديال 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 الهاوس كيبينغ، وكانت كتعامل معاهم بواحد المعامله ديال نقدر نقول لك بحال شي حوتاله. وانا ما كنحملش بحال هكاك الا الحقره ما تحقرنيش، سورتو عندي لا لونغ يعني غنقدر نجاوبك الا هضرتي معايا غنقدر نجاوبك. صافي بغات دير معايا داكشي اللي كدير معاهم هما حيت ما كيقدروش يجاوبوها. دونك تما فين وقفتها عند حدها. المهم دخلنا انا وياها فواحد النقاش خايب، وصلت الهضره لهذاك المدير اللي كان شاد هذيك الشركه ديال الهاوس كيبينغ. جابونا بجوج جلسنا كنهضروا معاه وكل شيء، هضر معاها هي الاولى خرجات، هضرت دخلت هضرت معها انا، وعاد تعرف عليا وقال لي اه انت مغربيه وهذا وهذا، وكنهضروا بالالمانيه واخا هو تونسي. الالمانيه 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 شويه. قال لي اش كديري في الهاوس كيبينغ؟ قلت له كيفاش اش كندير في الهاوس كيبينغ؟ خدمه. قال لي بلاصتك في الريسبسيون ماشي في الهاوس كيبينغ. قال لي كتعرفي اللغات و تبارك الله ما شاء الله عليك يعني كتعرفي تهضري وكل شيء، شنو كديري في الهاوس كيبينغ؟ قلت له انا هادشي لقيت الخدمه في الاول بحال هكا، صافي دفعت بحال هكا، الا كانت بلاصه في الريسبسيون ما نقولش لا. قال لي من غدا اجي تخدمي في الريسبسيون. دونك لقيتي راسك انا من مشكل كنت راسي من الهاوس كيبينغ كنخدم في الريسبسيون ديال الاوتي 5 ايتوال تبارك الله. انت كونتيننتال في برلين ومازال كنقول شي مره غادي يمشي ليك كضيف ماشي كوحده كتخدم في الهاوس كيبينغ. وحق الله كنت كنخدم في الهاوس كيبينغ وكنقول شي نهار بغيت نجي لهذا لوطيل هذا وندخل لهذوك لي سويت كوحده ضيفه ماشي وحده خدامه. المشاعر ديالك اللي كيكونوا في ديك لا بيريود وانت كتكون كتقاد وكنخدم وكنحاك وكنزل الحوايج ديال الناس. مازال ما عظم مازال ما مشيتيش ليه استاذه؟ اه مازال ما مشيتيش ليه ولا ما لقيتيش الوقت؟ لا باقي والله الا ما لقيتيش الوقت. دابا غير الوقت. مازال ما مشيتش لبرلين تقريبا هذه شي 4 سنين ما مشيت لبرلين. ما بقاش عندي. دونك دابا ساليتي من برلين ساليتي الاخر بعدتي قريتي ستوديو كوليك فين؟ اجيت في لايبتس قريت ستوديو بريفات. دونك قريتي بريفات. صافي دفعت بريفات قريت بريفات. دونك عندك سي ان كنقصوا لك. قريت بريفات واخا هكاك لا ما نقصوليش، انا ما بغيتش ينقصوا لي، بغيت نقرا لا لونغ ومزيان حيت قريت لا لونغ، حيت تعرفت على الاستاذه تما اللي مازال انا وياها اون كونتاكت لحد الساعه ولات كتعتبرني بحال بنتها. فخويشتا كنحس نوجه ليها بزاف ديال الحب من هنايا حيت فريمون ديك الاستاذه عشيرة كتعتبر شي واحد، كتحس بشي واحد كيبغيك حب لا مشروط، واخا راه ما كتجمعني معاها لا دين لا ملة لا حتى شي حاجه. الله سبحانه وتعالى يرسل للناس اشخاص سبحان الله على باش يقيدوهم في واحد الطريق معينه. الله سبحانه وتعالى منين كيعرف انه واحد السيد غادي في واحد الطريق فيها الخير ربي هو كيوجهو ليها. دونك هذه كانت سبب انك زدتي قريتي كانت عزيز عليها بزاف، كانت كتهضري باللغه بزاف. والله ما عرفتش شي مره ولكن الله بديت كنفهم دابا. لا لا فهمتك دابا انا حيت انا ما لقيتش شي واحد اللي يكون بحالي بحال هكا عنده داك النفس في اللغه. انا راه عندي هنايا دابا في لو سونتر عندي بحال دابا فيغ فيل فين دت فيغا فيغ فيل فين دت غروند. انا عندي عبارات ديالي انا فهمتيني عزيزين لي انني نكتبهم ونعطيهم ونحطهم ونقول للطلبه في الغلا صبر كتنافس راسك انك ديرهم. اللي بغاك يلقى الطريق، اللي ما بغاش يلقى الاسباب فهمتيني. بحال بحال هاد العبارات وهاد الاباتات وكنحس بهم ايموسيونيل شويه كيبقاو يطرو فيك كيفكروا بك. اللغه ما كتسالاش، هذا هو الزوين ما كتسالاش اللغه، كتبقى نهار على نهار على نهار وانت تقدر ديفلوبي راسك فيها. وحدك كتحبس كتلقى راسك عاوتاني مشيتي في واحد غيابه ديال الجوب. دونك دابا وصلنا لايبتيك، خديتي ستوديو كوليك في لايبتيك. شنو الكوليك ديالي اغرب حاجه طرات لك في الستوديو كوليك؟ ماشي بزاف، خدمت حتى هي خدمت كنت خدامه وكنخلص في الكوليك. خدمت في ريستورون مغربي وسبحان الله خدمت بزاف ديال الخدمات، والله العظيم الا كل خدمه كنت كنساليها ما كيبغيوش يطلقوا مني. علاش؟ حيت كنت كنخدم جو بونس اللغه عاونتني بزاف. شوفني كتكون عندك واحد اللغه زوينه وكتعرف توصل داكشي اللي عندك حتى الناس الاخرين كيديروا لك حتى هما قيمه كيعطوك قيمه. خدمت في سونتر دابيل تاع ساغي معروف في لايبزيغ، خدمت في واحد لوطيل حيت كانت عندي اكسبيريونس. المهم اول حاجه فكرت فيها ملي جيت من برلين هي نبقى في الدومين ديال لوطيلغي، مي لايبزيغ ماشي بحال برلين، ما لقيتش فيها اون شونس بحال برلين. خدمت غير شويه في لوطيلغي وصافي. بديت كنقلب على حاجه واحده اخرى هي هذيك فين لقيت سونتر دابيل. خدمت بزاف في سونتر دابيل ولكن ما قدرتش على داك ستريس ديال سونتر دابيل، وكان كيتكروزاو ليا الاوقات مع شون كوليك وشون كوليك ما نقدروش نغيب ديك الوقيته. كيكون لي بروجي ديال سويسرا في ديك لابيريود لا كنت خدام انا في بروجي ديال بوست بانك بانكا كيعيطوا لك الناس كيديروا ايبوفايزون وديك شي. واغرب حاجه وقعت لي واحد النهار وحده عيطت لي سمعت سميتي فاطمه الزهراء ما بغاتش تهضر معايا، قالت لي بغيت نهضر مع واحد الماني ولا المانيا. نقدر نقول لك هذه اول واخر حاجه. لا ولكن سوندر دابي كيبدلوا السميات. لا لا كنا كنهضروا بسميات. انا كنت سميتي نيكولاس. لا لا سوندر دابي كنا كنهضروا بسميات. ملي كتقول الو كتقول سميات كامله. وكنا كنقولوا بسميات ديالنا وكل شيء. ولكن ملي سمعت قالت لي نورمال، قلت لها فاطمه الزهراء لمباخ،
لي لا ما بغيتش نهضر معاك جيبي لي شي واحد الماني ولا الماني. هذه كانت اول واخر مره تعنصرت فيها في المانيا صراحه. تعنصرت اول واخر مره جيت حسيت واحد الاحساس في الاول ما فهمتش شنو وقع يعني داك لو جيست ما فهمتوش مي ابري عاد سرات معايا مي ما قدرتش نواكب بزاف سونتر دابيل على حسب القرايه ما نقدرش نواكب بزاف دونك قلبت من تما عاوتاني للريستورون خدمت في ريستورون مغربي هذاك الريستورون المغربي كنظن هو اللي بقيت فيه حتى ديجا في برلين خدمت بزاف الخدمات ماشي فاسيلتي فاسيلتي توسي اف اس بي توسي اف اس بي صافي خدمت سونتر دابيل وهذيك اللي خدمت في الريستورون وهذيك اللي كانت شاده الريستورون فاش ساليت شوني كوليغ وبغيت نبدل من لايبسج طلباتني قالت لي غير بقى هنا انا نتكلف لك بالدار نقلب لك على الدار بقاي معنا في الريستورون ديري اي حاجه المهم بقى هنا في لايبسج ديجا فاش كنت غنخرج من لايبسج دارت لي حفله وحنا كان معروف علينا هذيك السيده هذيك الشافه هذيك الشافه كانت شويه قاصحه معروفه علينا دونك باش تجي انا دير لي حفله باش تودعني وهذا راه كانت بوغ مو انا راه شي حاجه زعما عطاتني كادو وهذا يعني راه كانت بالنسبه لي شي حاجه زوينه مي في الخدمه انا حتى دابا مع الناس اللي خدامين معايا شويه ستريكت ما كنبغيش تفليا في الخدمه و فوالا كيما قلت لك لا لونغ حتى هي كتنفع صافي سالات لا بيريود ديال شودين كوليك صافي لسان التحضيريه اللي كنجيو يديروها جميع الاجانب باش يمشيو يدخلوا للجامعه دونك لا ديسيزيون انك تبداي البرونش ديالك من بعد هادشي كامل شنو كان جات شوف ميديسين تكنيك انا قريت ميديسين تكنيك ميديسين تكنيك ميديسين تكنيك تبارك الله ميديسين تكنيك جات انا ما عنديش مع الميديسين انا ماشي ملي كنت صغيره وانا كنحلم نكون شي حاجه عندها علاقه بالطب ولا هذا مي جات كان اول حاجه مونك دوريونطاسيون ما فكرش بزاف قبل ما نختار ميتين تكنيك وما قلبتش بزاف على لي فيليير اللي كاينين قبل ما نختار وهذه علاش كنقول لك عاوتاني لوريونطاسيون مهمه في هذه النقطه هذه وحاجه ثانيه جاتني هي اللي قريبه ليا انا على حوايج وحدين اخرين اه دابا فاطمه زهره نعاودو انا وياك نفس القصه دابا كتقولي التوجيه واخا نقولوا في التوجيه ناقص المغرب انه ما كاينش موجه كيجي عندك واحد موجه كيكون الدوله كيجي عندك كيعطيك معلومات سيونس مات هذا التوجه الدراسه في الخارج في واحد الورقه اما في المانيا وانت تانتغريتي وانت عرفتي انك وليتي عرفتي لوطو فورماسيون شنو هي وعرفتي كيفاش تقلبي وتقول لي عاوتاني مونك ديال التوجيه فين هو ما انا ما قلبتش مونك التوجيه ماشي كنرد العيب في واحد اخر كنردو فيا انا ما قلبتش مزيان ما سولتش راسي انا شنو باغا فهمتي ما قلبتش على راسي شنو هما هادوك الشتاك اللي انا عندي شنو هما هادوك لي بوين فور اللي عندي ونستغلهم مثلا عندي مع الكوميونيكاسيون علاش ما درتش حاجه عندها علاقه بالكوميونيكاسيون مع العلم انه انا فاش تخرج فاش ساليت القرايه ديالي خدمت في بيزنس ديفلوبمنت اللي ما عندوش علاقه بالميديسين تكنيك يعني شوف واخا بعت على واخا قريت الميديسين تكنيك خدمت في بيزنس ديفلوبمنت في شركه ديال الميديسين تكنيك ولكن ما عنديش شي علاقه بداكشي اللي كيديروه الناس اللي تخرجوا معايا ولكن قريتي في الميديسين تكنيك وخديتي فيها الباتشلر قريت وساليت وكلشي مي فاش خدمت فاش بغيت نخدم الجهه التوجه اللي توجهت فيه ما كانش الغوبوتيك حنا قرينا غوبوتيك حنا ميتين تكنيك ما عندهاش علاقه بالميتين كنخدموا مع الالات يعني فهمت سيمانس بحال سيمانس كنخدموا مع هذوك الكاريتي اللي كيخدموا بالاعتصاب فهمت يعني تو سكي بروغراماسيون لهذا كاع الناس يقراو معايا توجهوا في داك الشيء ماستر تاي دايره ميتين تكنيك ماستر لا ماستر انا اختي كتقرا ميتين تكنيك بصح حتى هي ميم برونش حتى هي عندها نفس الاحساس ياك ما دونك التسميه كتلعب دور بنت ليا في ديك لا بيريود كتكون ميديسين تكنيك غادي نقرا شي حاجه تكنيك انا اصلا تكنيك وغادي اون ميم طون غادي انا كان عندي تيكورس تيكورس فاش ساليت يعني ما بغيتش ندير باو تكنيك ما بغيتش ندير شي حاجه واحده اخرى بنت ليا ميديسين تكنيك درت ميديسين تكنيك فين قريتي ميديسين تكنيك فريمان فين ريماغن شوف ريماغن ما بين بون وكوبلنز جاي في الحدود ديال انافي يعني الاخر ديال الغايلاند وغادي تدخل في انافي مدينه صغيره دوار كنا كنسميوها دوار في شارع واحد يعني شوفني غتقرا تما راه غادي ولكن عاوتاني فاطمه الزهراء مشيتي عاوتاني مدينه صغيره ديك انا فاطمه الزهراء خاصها ضروري تكون في ديجا جربات الرباط جربات برلين لايبزيغ راه مدينه كبيره حتى هي من بعد ما سكنت في برلين صافي قررت ما نبغيش نسكن في مدينه كبيره ودجا حتى بالنسبه للقرايه كان ديسيزيون زوينه انني نجي مدينه صغيره على انني نمشي مدينه كبيره تقول الناس اللي كيمشيو دابا بحال دابا اللي كيقراو في طوخ نقول لهم قراو على راسكم حيت هذيك راه اون شونس بالنسبه لك ما تشوفهاش يعني كوتي راه غادي ديبريما ولا راه ما كاين ما يدار هادشي ماشي كندير اوس بينوك تما مثلا ماشي كدير واخا يكون شنو ما كان يكون واخا يكون حيت اي مدينه صغيره حداها مدينه كبيره انت الوقيته ديال القرايه ديالك وديال الخدمه انا عارفه داك العدد كنت في دورس فين كنت كنهز في دورس فين فين جات لا ما كنت دورس فين حدا دورتموند لا عارف فيها غيفي واحد فيها ساعه كدوز ما كاين واحد عرفتي على التقضيه كنت كنخرجها وكنخرج من ليدل هكا مقضيه عرفتي باش نوصل للطوبيس شحال كنت كنعرف حتى التمارع عرفتي النهار ديال التقضيه خصك تخلي ليه نهار بعدا
باش تقدر خصك تخلي لي النهار وكدير لاين كونفليكس داك الشيء كديرها كتبها لا انت ما كنتش كندير هذا عاد بليت كنحاول زعما حتى ندير بحال لامون ونبقى نديرها ولكن ما كنتبعهاش حنا عقلنا مغربي تدخل تقدا كتدخل تقدا وكتخرج بحالك صافي واغرب ملي دخلتي لافاك عاودي لي لافاك تدخل فاطمه زهراء لافاك انا نقول لك اش لا بيريود ديال لافاك في برلين اكثر من البلاصه اللي انا فيها يعني ما كانش لا بيريود اللي قريت فيها فري ماغ مع مدينه صغيره ما كانش فيها الحياه ديال الطلبه بزاف ودجا كانت الوقيته ديال كوفيد يعني داك الوقيته كنت مازال في لافاك فبقينا غير في الدار دوزنا امتحانات غير في الدار كلشي درنا غير في الدار ما كانش عندنا واحد البوسيبيليتي ديال انه نعيشوا ديك الحياه ديال الطلبه دونك صافي بقينا بحال هكاك يعني داز الشوديوم نقدر نقول لك داز الشوديوم ممل والله داز الشوديوم ممل يعني ما استفدت ولكن ما حسيتش براسي عاوتاني عطيت في داكشي اللي كنت كنبغي وهذا داكشي لا فاز اللي كانت في حياتك كتقولي هذه فارقه من غير الفيزا من غير ان فلايبتيك من قريتي لا فاز اللي قلتي كتقولي ان هاد لا فاز هادي ماشي استفدت منها هاد لا فاز هادي هي النقطه ديال التحول هادي لا فاز اللي عشت فيها شي حوايج نقدر نعطيهم للطلبه ونقولها لهم فين هي لا فاز لا فاز كانت لا فاز النيت اللي بديت فيها لاباج لا فاز من بعد كورونا من بعد كورونا دابا تدخلي تدخلي للعالم ديال السوشيال ميديا هذيك هذاك الوقيته هذيك وكان فريمون دعم من واحد السيد اللي فريمون كيفاش نقول لك شاف داكشي اللي انا ما شفتوش في راسي وحاول هو اللي يبوشيني توجور كيكون هذا السيد يعني هو اللي كان يعني داك الشخص هو اللي دار واحد الامباكت خايب ماشي خايب ولكن زوين بطريقه خايبه كيفاش نقول زوين بطريقه خايبه حيت وليت كنشوف راسي انا واو لايك واو غنقدر نوصل ما عرفتش فين غنوصل عرفتي زعما العيال هو اللي كيعرف يقرب لك المعنى لا الميتافور عطيها لك عرفتي احساس زوين بطريقه خايبه لدرجه انه كتشوف راسك كتقول انت راه غادي تقدر تبدل العالم بهادشي اللي فيك وبصح كان عنده الحق يعني بديت بديك القضيه ديال وجاتني الفكره ديال انه بصح راه كاين مونك يعني مونك ديال انك توجه وعلاش انا نقول لك الفكره عاوتاني منين جات الوالده ديالي كانوا كيجيو عندها الجيران دابا بدات كتعرف المانيا فهمتي وصلنا لمرحله انه المانيا بدات كتعرف دونك كانوا كيجيو عند الوالده كيسولوها بنت كيفاش مشات واش تقدر تعطينا معلومات فين بنتي الدفاع فين هذا الوالده كل مره مدوزه لي وحده كتهضر معايا بنتي هضري معايا تقول لها بنتها كيفاش خصها دير كيدخلوا معايا البنات كيهضروا معايا وداكشي كنشوف يعني لا سورس كاينه معلومات كاينين والناس اللي باغيين يعرفوا المعلومات كاينين علاش ما نجمعوهمش بلاتفورم ونعطيو المعلومات للناس دونك درتي بلاتفورم اللي هي انستغرام بور مو انا داك الساعه هذيك انستغرام حليتي باس سميتها انفو باغ سميتها انفو باغ من الزيرو انفو يعني ديزانفورماسيون قلت لك باغ هذه راه حصريه انت هي السميه منين جات شوف واش طلع ولا لا انفو باغ باينه صراحه لا باخ باخ هي الكنيه لا باخ وانفو هي لي زانفورماسيون معلومات انفو باخ كاين هذيك باخ غتبقى تلقاها دائما في اي حاجه لونسيتها انا باخ بيرسونا باخ ولكن واحد الشركه ديال فيزيتي وكذلك غادي نجيبها من بعد هذيك غنجيب ليها من بعد باخ باخ راه اصلا كيقولوا لك لي زارم شحال هذه جدودنا في الستين والسبعينات باخ هي الالمانيه وراه داكشي علاش سميتي عاونتني علاش قلت لك سميتي عاونتني في بزاف ديال الحوايج فاش عاونتك عاونتك في الكرا في الكرا عمري لقيت مشكل في الكرا الحمد لله لامباخ كنصيفط لهم ايميل هو هذاك مقاد بالالمانيه هذه هي هذيك سميتي كيشوفوها ما كنلقاش صحابي اللي كانوا كيبغيو يلقاو الكرا كيجيو عندنا نكتب لهم الكونت ديالي باش يجاوبوهم دونك فهاد القضيه هذه كيقاو مشكل في الكرا بزاف خصوصا ملي كيكون داك 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 التيرمين مع مدار كيطلو يعبطو او خاصو يختار لا خصك تعرف تهضر شوف اللغه الا عرفك شنو كتسوى في اللغه راه دونك كيفاش كانت هذه لافاس فارقه في حياتك كانت فارقه حسيت بواحد لو فيد واحد الوقيته حسيت فريمون ما كندير حتى شي حاجه وبديت كنتلاشى عاوتاني شوف كاين فازات كيدوزو عندك في المانيا كاينين فازات واي واحد في المانيا غيكون كيحس بهاد الهضره اللي كنحس بها دابا كتجي في المانيا في الاول كتكون داير بزاف ديال الناس كيكون عندك بزاف ما يدار كتجي واحد الوقيته كلشي كيبدا يعني الطرقان كيتفرقوا كله كيتفكك كتجي واحد الوقيته كتحس براسك عاوتاني بوحدك وكتجي واحد الوقيته عاوتاني كتحس براسك رجعتي واعر وهي غاده دونك ديك لا فاز اللي بانت فيها لا باج ديال انفو باغ كانت هذيك لا فاز اللي انا كنت كنحس بهذاك لو فيد اللي كان عندي لداخل يعني بسيكيكمون ما كنتش مرتاحه فيزيكمون ما كنتش مرتاحه كان عندي واحد لو فيد خايب بزاف و جو بونس حتى لا سيتوياسيون جلوبال ديال الحياه وديال العالم كانت اثرت عليا حتى هي دونك كنشوف انا راسي واش انت جيتي من المغرب وكتقولي راسك اونيك و انت دابا ما كديري حتى شي حاجه اللي كتحسي براسك فيها اونيك شنو كديري كتخدمي وكتقراي فين كاين التشويق في الحياه فين كاين التشويق سورتو جات كورونا الانسان بدا كيشوف بلي الحياه قصيره فهمتي يعني الانسان بدا كيفكر كيشوف شنو غندير يعني شنو العنصر ديال التشويق اللي عندي في حياتي فوالا وانا عزيز عليا انا شوف انا في الناتور ديالي عزيز عليا نهضر حتى لحتي دابا عزيز عليا نهضر وعزيز عليا نوصل يعني
كنشارك كاع انا داكشي اللي كنعرف. يعني الا جا شي واحد مثلا يسولني على شي حاجه كنعاونو بداكشي اللي كنعرف واللي قديت عليه. دونك قلت علاش ما نستغلش داك النقطه اللي هي بوين فور فيا انا ونحطها في بلاتفورم اللي غادي اي واحد مثلا باش نخلي المعلومه يكون عندها تسوقك ساهل. اي واحد بغى معلومه راه غادي يلقى. درتي دي فيديو في انفو صافي بديت غير على الله والله فريمون ما كانش عندي واحد لانتونسيون اللي هي كبيره ولا نقدر نقول حتى بزنس بلان ولا ما عرفتش اشنو بحال الانستغرام ديالك. انا نقدر نكتبو كاع هنايا الانستغرام تحت نكتبو لتحت ونخليه باش 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 يشوفوا فريمون هاد لاباج كيفاش بدات. انا بقيت عاقل عليها بفاتي هو صاحب الفضل فاتي كيفاش راه هو صاحب الفضل كيفاش بغيت نقول ماشي سوقك بالالمانيه هذاك هو الفيديو اللي درنا عاوتاني نسيتي عليها كنقولوا ليها لا داس نيش تان ما لا كنقولوا داس جيتيش نيس ان شوف هذاك الفيديو ما كنتش راضي عليه انا واحد الناس اللي شويه بيرفكسيونيست كنبغي كلشي يكون مقاد وما كنتش باغيه يتبوستا باغ كونط هذاك الفيديو هذاك هو اللي بومبا لينا لاباج هو اللي فريمون عرفتي هذاك لا راه وصل مليون هذاك الفيديو نعم الفيو ديال الفيو انا شتي الاخر شتي لي جيم تبارك الله لا هذاك هذاك شوفي انا راه عندي واحد الفيديو زايد عندي 120 كاب تبارك الله ديال لي جيم قرب ماشي 4 مليون ديال الاخر من بعد مابقيتش كندخل نقلب في داكشي كاع انا والله كتكون وصلتي للبيزوان بغيتي انه صافي كتشوف معلومه كتوصل وصافي فهمتك فهمتك دونك صافي هنايا بدات لاباج داك الفيديو هو اللي كندار داك الفيديو هو اللي كنت بوستيت قبل منه شي حاجات مي جات فكره زوينه فكره خفيفه ظريفه توصل بها معلومه صافي بدينا بحال هكا كي جاك التوهج ديال الناس معاك والتعامل ديال الناس معاك وتقبل الناس معاك كنت خايفه في الاول كنت خايفه من داك الاحساس ديال واش غادي يضحكوا عليا في لي كومونتير واش غيتنمروا عليا في لي كومونتير واش غادي يقولوا شي حاجه واش هذا واش خصوصا انت يا عرفتي فاطمه الزرب انت اللي داك الشيء خاص يكون محبوك والله انا عزيز عليا واش عزيز عليا الدقه واش بقاخه بعدا لعبتي عليا حتى في الخدمه ديالي عزيز عليا الدقه عزيز عليا كلشي يكون هو هذاك دونك كنت كنبغي الفيديو لا تلاح خاص يكون كلشي هو هذاك ميم سي راه ما تقدرش تحط كلشي هو هذا حيت انا اصلا ما عندي حتى شي فكره على التصوير ما عندي حتى شي فكره على المونتاج ما عندي حتى شي فكره يعني درتها في يد الله وتوكلت على الله والسلام وصافي درتي دي فيديو كتشرحي فيهم صافي بديت كل مره لقيت مشكله ما عنديش الوقت حيت بديت الخدمه بديت بزاف ديال الحوايج يعني ما كانش عندي الوقت انه نصور بزاف ونبوستي بزاف وكلشي دونك تما كنت كنلقى شي فرصه كنبوست يعني ما كانش عندي هو الهدف نوما ايس اللي قدامي ديك لاباج الناس باش كيفاش تعاملوا معاك في لي كومونتير في لي ميساج اللي كيوصلوا بريفي زوينين بزاف زوينين بزاف ايدوك ايدو بزاف راك عارف كاين يكونوا واحد ثلاثه اربعه ديال الناس واحد ثلاثه ديال اربعه الناس ماشي هيتز ماشي ما عندهاش علاقه بيرسون انا هما عندهم مشاكل نفسيه مع راسهم يعني هما مرتاحينش مع ذاتهم وكيبغيو يخرجوا داك السم ديالهم في لي كومونتير دونك كانوا هذا وكنت كنتعصب في الاول كيبقى فيا الحال كنقول علاش انسان شاد التليفون ولا شاد انستغرام غير لقى فيديو ما عجبكش دوز اشنو اللي خلاك تكتب ميساج خايب بحال هكاك اللي انت بالنسبه ليك راه ميساج عادي ولكن يقدر داك السيد يكون كان ضعيف الشخصيه راه ما يبانش ما ينعش يعني ما ينعش ولا يقدر يقول صافي الله يعاون ما غاديش نكمل في هذا الشيء لا كيكونوا داك الناس اللي كينشروا السلبيه من طبيعه الحال ديال الحياه صافي كنقول علاش نصدع راسي مع هذا الشيء هادو اصلا زوفيزو كاينين وغيبقاو ديما غيبقاو وكل ما كانوا في حياتي كل ما مزيان واش كتشوف فاطمه الزهراء انها عطات امباكت بالنسبه للناس جو بونس كو حيت مادام كاين ميساجات كيوصلوني زوينين من عند امهات يعني امهات كيقول لك بنيتي الا كان ممكن تعاوني مع بنتي راه بغيتها تقرا المانيا والله الا غير واحد اليومين الدراري اللي كيجاوبوا على ميساج في لاباج صيفطوا لي واحد الميساج عرفتي راه والله العظيم ملي كتشوف ميساج بحال هذاك راه ماشي غير غادي تعطي المعلومه راه توقف معاه حتى يجي للمانكا وما يبقاش فيك الحال علاش حيت كتشوف راسك انت سيده ما كتعرفك ما كتعرفها وكتدعي معاك غير من البعيد وعاد الناس اللي كاينين في لاباج كيدعيو معاك وانت ما كتعرفهم وانا بالنسبه لي راه ما كندير لهم والو انا راه بوغ موا شي كون عندي انستغرام غير انستغرام كره ما عرفت فين وصلت به ولكن انا مازال ما حطاش الفوكس في انستغرام بوحدو حسيت بك استاذه فاطمه الزهراء مشيت للخنيطره درت المحاضره اول مره غادي ندخل انا كنشوف راسي عادي حتى اصلا انا محتوى ما كنشوفهاش حنا يلا العام اللي فات حنا 5 سنين حنا خدامين العام اللي فات اللي كنديروا ان كونتون من بعد منين جيت شفت منين دخلت وكيشوف 140 واحد كيصفق لك انت يلا داخل كتحس بواحد الاحساس ما قدرتش بديت كنترعد وعيني يبداو يغرغروا كنقول علاش فهمتي واش هادشي كامل امباكتينا الناس به باش كيعطيوك داك الفيلينغ وداك الفيلينغ هو احسن حاجه صح هذاك اندرينالين وحده اخرى هذاك كيحسك بانك انت خاصك تكمل ان عندك مسؤوليه تجاه داك الناس ان هاد الناس هادو ضروري ومؤكد انك خاصك تكمل معاهم تحياتك بعض المرات ما كتبقاش تشوفها كتشوف هاد الناس هادو هما اللي خاصني نكمل معاهم واش هكا راسك مسؤول هكا طرالك منين كونتاكتيك انا ما كانش التوجيه ما كاينينش الناس اللي هما يقدر واحد يمشي في واحد الطريق يقول بوه انا ضروري خاصني نبقى في الميدان انا ضروري خاصني نبقى نعاونهم انا خاصني ندور نبقى ندير دي فيديو دونك حتى دي فيديو اللي درتيهم شفت فيهم واحد الطابع في شكل
غادي نقدروا نفيدوها الناس لي سونتر اللي كيتفرجوا والناس اللي صنع المحتوى. الطريقه اللي 3 سكوند الاولى اللي كتعتمدي فاش تدوي بها كتعطي فيها واحد الانفورماسيون اللي تجر. ونكذب عليك والله ما كنفكر فيها زعما ما كنجلسش وكنفكر كنقول مؤخرا سمعنا باللي راه اللغه الالمانيه اي واحد سمع حاجه عند اللغه الالمانيه يعني كنذكروا الالمانيه في الفيديو او في اول 3 سكوند او 3 سكوند اول حاجه يعني خدمتي على لا باج يعني مزيان يعني كنتي عندك ولا التوجه ديالك هو هذا ما بقاش ميديسين تكنيك ما بقاش هو الايكونومي خدمتي صافي لا شوف خدمتي كنخدمها في لافي بريفات ديالي راه هي هي الخدمه ديالي الاخرى مي انستغرام كما قلت لك بغيت نبقى في هذاك الكونتينيو اللي كندير انا ما نخرجش عليه يعني المانيا غادي تجبد ضرك راسك حيت واش واحد المره قريت واحد الكومونتي هو قتلتونا بهاد المانيا 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 والكونتينيو ديالي هو المانيا انا علاش غنهضر نهضر على ديري البوز في المغرب راه غنهضر على المانيا حيت انا الكونتينيو ديالي هو المانيا يعني اي حاجه غتلقاها في لاباج عندها علاقه بالمانيا وديما كنقولها للدراري حتى ملي كنبوستي هكا دي ستوري اللي ما عندهمش علاقه مثلا عندهم علاقه بالحياه كنمشي نتقدا كنوريهم ني نتقدا ولا هذا شنو احسن حاجه ناخذ هنايا شنو هما البلايص اللي نمشي نتقدا منهم بديت كنبوستي شويه بشويه شي حوايج خارجين على القرايه خارجين على المانيا وبديت كنلقى بلي كاين عاوتاني تفاعل فهاد الجهه هذه حيت الناس كيبغيو يعرفوا شي حوايج انا حتى انا كنت كنبغي نعرف الناس كيفاش عايشين دونك حتى هما راه نفس الحاجه وكنبوستي مره مره هكا يعني داكشي علاش لاباج ولات ما عندهاش غير توجه واحد تعليمي فقط ولا اي حاجه عندها علاقه بالمانيا تقدر تلقاها في انفو باخ دونك انفو باخ باخ هي الالمانيه دونك انفو علاقه بالالمانيا اي حاجه اصلا سميتها انفو يعني دونك تحول تحولت لاباج من 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 انني كندفع انني كنساعد الطلبه في المانيا لانني خاصني دابا نوجههم يشوفوا المانيا حتى هي كتوجه لانني خاصني نحولها كبيزنس بلان دابا ولا بيزنس بلان حنا ندخلوا الانفو باخ نلقاو باخ بيرسونال غادي نلقاو نلقاو دي كريتير كيفاش جات الفكره انني غادي نوصل لهذه المرحله هذه الطموح ما كيساليش انت عارف هذه اول حاجه ثاني حاجه دائما كتشوف اوكي وصلتي لواحد الحاجه شنو الحاجه اللي تقدر تزيدها باش عاوتاني تليفيري واحد الحاجه واحده اخرى احسن منها دونك اوكي عرفنا التعليم عرفنا التوجيه الناس ولاو كيعرفوا انفو باخ الناس ولاو عارفين بلي كاينه واحد البلاصه يقدروا يمشيو يسولوا فيها على اي حاجه بويسكو انا عايش في المانيا ودوز بزاف ديال الحوايج يعني نقدر نفيدهم في اي حاجه كيفاش نحل الكونط كيفاش نمشي نتعامل مع واحد التامين معين كيفاش ندير هذه كيفاش ندير هذه يعني تقريبا عندي اكسبيريونس في اي حاجه يقدروا يسولوا عليها يقدروا يلقاو عندي عليها معلومه دونك قلت انا مع راسي كيفاش نقدروا نحولوا هذا الشيء هذا لحاجه واحده اخرى اللي نقدروا حتى يفيدوا بها الناس اكثر وميم طون تكون واحد البيزنس تما فين انتقلنا عاوتاني من مرحله انه كنجلس مع واحد النوع ديال الناس لواحد النوع ديال الناس واحد اخر انا موصوت دائما الراس المدبر ديال هذا الشيء هذا كان راه انا هو كنجلسوا كنبداو نفكروا كيفاش غنقدروا نتحركوا من هنا وهنا وانا وياه كنفكروا بحال بحال واش موصوت ما بغاش يبان عرفت وقيلا في الحلقه الجايه نجيبو معايا كون كان هو كنهضر شي شويه باش يخفف عليا دونك كنا كنجلسوا كنقولوا كيفاش نقدروا نتحولوا من هنا لهنا فكرنا انه ديجا كاين واحد البيزون وكاين كانت واحد الحاجه واحده اخرى اللي خلاتنا نفكروا عاوتاني في الشركه الاخرى اللي هي باغ بيرسونال انه كانوا كيجيو دا ميساج من عند ناس كيتشكاو كيتشكاو من انه كاين تبزنيس كيتشكاو من انه فلوسهم كيمشيو كيتشكاو بزاف ديال الحوايج واحد الميساج كان وقع ليا ازو كان جاني واحد الميساج ولا غد ليه كان عندي واحد الرونديفو وهداك الرونديفو كانت فيه المانيا كتشكي عليا من المغاربه شي واحد مغربي استغل وحده وخد ليها الفلوس ولكن هذيك اللي نورمالمون كانت غادي دير ليها الاوسبيل دونك ما بغاتش هادشي وقالت لي كتضرب معايا على المغاربه قالت لي علاش نتوما دايرين بحال هكا قالت لي علاش هو خد الفلوس من المغربيه مع العلم انه كان امكانه ما ياخذش من عندها الفلوس وهذه بقات فيا لداخل داكشي علاش طلعت فواحد ستوري وعرفتي تفرقعت فريمون تفرقعت وكان رمضان جو بونس تما فين بدات الفكره ديال باغ بيرسونال علاش ما نقلبوش حنا نديروا واحد سوسيتي اوكي بلاتفورم كاينه الامباكت كاين والبرينسيپ كاين لا فيلوزوفي ديالنا حنايا باينه لا ترانسبارونس كاينه يعني حنا ما كنضحكوا على الناس الوضوح باين الوضوح باين يعني علاش ما نديروش حنايا هاد الحاجه هادي وهادوك اللي كيتبزنزنوا غادي يلقاو بلي راه كاين واحد المنافس ليهم ولا كاين منافس كما كنقولوا حنايا حلال يعني شوف الطير ولا تنزل انا ما غتاخذ مني حتى شي حاجه وغادي نعاود نحطك واحد الصوره اخرى عاوتاني انا شوف انا نقولوا دابا مثلا شخص معين انا اكثر واحد نقدر نجيب بلاصه الطلبه حاليا ونحل محل الطلبه ومحل محل الاستاذ اللي كيقراو دابا ونجيو نناقشوها بواحد الموضوع اخر انا ماشي ضد الفكره وانا بالعكس قدرتي تخوضي التحدي انا ما قادش نخوضه ما قادش ندخل مع داك الناس فهمتي كيكون عندهم واحد الامباكت ديال الناس كيكون عندهم واحد لي فان ديالهم محاربين ديالهم كيجيو كيجيو يقدروا يبداو فهمتيني يبداو يحاربوا كيقول لك انا ما باغيش ندخل لهذا العالم انا فقط بريسيز علاشني على اللغه وباغي نبقاو في اللغه وكنحماق علاش سميتها اللغه وباغي نقريو اللغه
الطلبه كنقريو فقط اللغه وندفع ملي كيبغيو يدفعوا ملي كيبغيو يقاتوا كنكونوا انجيد ليهم. فوالا انت عندك تمشي ولا كاع لا هو ولكن لقيت انه واخا كتكون انجيد كطيح في ان بروبليم دونك باغ بيرسونال يعني تلعب واحد الدور واحد التحدي مزيان. ولكن اجي نشوفوا ياك الطالب يدفع يدفع راسه ياك الطالب مثلا خاصو يقاد وثائقه على شنو اللي غادي مثلا نخليه اصلا انه يجي ويتكون واحد الشركه ديال فيرميت لونغ ديال الوساطه ما بين هاد ما بين هاد السيد اللي غادي يمشي وهاد الناس اللي باغينهم. واش الشركه اللي ام اللي سوا كلينيكوم سوا شي شركه معينه غتبغي تجيب هاد الناس هادو عن طريق واحد الشركه وساطه لان غادي تهنى مثلا من ان من من البيفيربونغ ديال الدراري ليها غادي تقدر تهنى من من الطريقه ديال الناس اللي كيدفعوا ليها ما فاهمينش اصلا علاش يجيو ولا ما يجيوش. واش هادو هما المشاكل اللي يخليو انهم شركه فيرميت لونغ تكون في الوسط ولا فقط خصنا نحاربوا هاد الناس هادو ماشي عن طريق واحد الشركه نحاربوهم عن طريق واحد الفكر واحد الايديولوجي نبدلوها في الطلبه هادو انهم يتيقوا انه راه فانت كنت غادفع راسك فانت كنت راه يمكن لك تجيب ان كونطرا ويمكن لك انك تمشي لالمانيا وتعيش الحلم ديالك بلا ما تقول انا مشيت عن طريق واحد الشركه وتحس فريمون بداك الاحساس ديال انك مشيتي لراسك. دونك هاد القضيه هادي واش كيفاش كيفاش يشوف الطالب بالنسبه لك كيفاش تقدر توصل ليه الفكره ديال لا باغ بيرسونال راه ما جاتش انها تبيع لك كونطرا باغ بيرسونال ما جاتش باش انها تعطيك واحد لانفورماسيون ولا تعطيك معلومات فقط باش تمشي تدفع باغ بيرسونال جات باش تحارب واحد الناس عندهم واحد الفكر معين و اون ميم طون تفيد ديك الطلبه اللي فريمون غيلقاو صعوبه انهم يمشيو سواء لخص لهم الطريق سواء كيفاش تقدري تمشي في التوجهات. غنجمع هادشي هذا كامل ونحطو في حاجه واحده انه انت كشركه ديالك شنو كدير انت ماشي كتمشي كتقلب على الدراري ولا كتقول لهم اجي جيبوا لي الوراق ديالكم انا راه عندي لكم واحد الشركه خلص خلصوني فلوس وغنجيبكم لالمان. الشركه ديال المان كيقلبوا عليك انت كشركه الشركه ديال المان ما فيهمش اللي حرق راسهم انتما انت عارف المانيا في الوراق ما كيتزاقلو حتى شي حاجه بيروقراطي ما يعني ما كيتزاقلوش بيروقراطيين كل شي ورقه ما كاينش شي حاجه شي ورقه ما كيبغيوش يتزاقلو فيها وما عزيش عليهم يبرسطوا راسهم على ورق بزاف سورتو الا كانوا غادي يجيبوا اوسلاند من بلاصه واحده اخرى. دونك كاين شركات اللي ما كيزعموش اصلا. حنا الدور ديالنا شنو هو اننا ندخل لهم الفكره ديال انه كاين كفاءات في المغرب سورتو مركزنا على المغرب دابا حنا في الفكر ديالنا الاول غير المغرب من بعد ان شاء الله حاطين ديبلوم مستقبل يكونوا دول وحدين اخرين ولكن دابا غير المغرب. حنا تبارك الله كفاءات زوينين عندنا في المغرب كتلقى دي زانجينيور كتلقى دي ميدسان كتلقى ناس اللي متخرجين من لافاك وعندهم مثلا ليسونس عندهم ماستر وفي الاخر شنو كيمشيو يديروا كيديروا اوس بيلدونغ ديال فليغا. ما كنقللش من الفليغا ولكن علاش انت قاري ليسونس قاري ماستر وغاتمشي تقلب على الفليغا يعني انت شنو كدير كتنقص من القيمه ديال داكشي اللي عندك. دونك باغ بيزونال شنو غادي دير لك باغ بيزونال كتواصل مع الشركات في المانيا هي اللي كتواصل معاهم كتعرض الخدمات ديالها كاينين ماسن كنمشيو ليهم كاينين ناس كنعرفوهم معارض كاين معارض كاين واحد الشخص خدام معانا اللي عنده في الدومين كنظن 35 عام ديال الريكروتمون هو شنو الخدمه ديالو معانا شنو هو يفتح لينا البيبان الشركات الكبار اللي كاينين في المانيا خدمتو معانا كيتخلص على هادشي انه يفتح لينا الباب حيت هو قديم وعنده كونتاكت مع الشركات بزاف يعني كاع لي كونتاكت اللي كيجيونا حنايا كيجيونا من عنده هو حيت هو عنده كونتاكت معاه. دونك فوالا حنا كشركه عندنا شركات ديالنا في المانيا يعني عندنا كنت كنعرفهم في المانيا عندهم البوزوا كندير انا اللي كنكون مكلفه بهذا بلي رونديفو معاهم كنشرح لهم الكونسيبت ديالنا فيلوزوفي ديالنا كاين اللي كيقتنع كاين اللي ما كيقتنعش طبعا شي حاجه كترجع ليه مي الاغلبيه كيقول لك الفكره ديال انك غادي تجيب مغربي وغادي تاخذ عليا انا هذاك الحمل كامل ديال الاوراق وداك الشيء كامل مزيانه حيت هما كما قلت لك ما كيبغيوش يبرسطوا راسهم. دونك انا كباغ بيزون شنو غندير عندي شركه وعندي كانديدا الكانديدا عنده كفاءة كنهضروا على الكفاءات فقط وكنهضروا على الخدمه فقط ماشي اوس بيلدونغ ماشي حتى شي حاجه كنهضروا على الخدمه يعني حنا بدينا بالخدمه اسمع. دونك كتجيب واحد الكفاءه في المغرب كما كان يكون الدومين ديالو وعندك شركه في المانيا شركه عندها البيزون في واحد الدومين معين وانت عندك واحد الكانديدا فهادوك فيه داك المواصفات هادوك الشركه تقول لك انا بغيت اكس واي زد ها شنو بغيت انا فوالا انت عندك هذاك الكانديدا كيتوفر فيه داك الشروط كتجمعهم بجوج انت اللي كبعدا شنو البروسيدور ديالنا كيفاش كنديروا ليه بعدا حنايا رونديفو يعني كديروا ليه انترفيو بعدا نشوفوا لا لونغ ديالو واش مزيانه ولا لا الا كان داز داك التشيك ليست ديالنا حنايا وكان اوكي كندوزوا للمرحله الثانيه باش كنلاقيوه مع الشركه اللي كاينه في المانيا. وكما كنقول لك ما كنبغيش ندوز للشركه اللي غادي يعني الكوند اللي غنتلاقى معاه ما كنبغيش ندوز ليه ما نقولش شكون ما كان مي دائما كنبغي نحافظ على صوره المغاربه زوينه فهمتي المغاربه ديما حيت انا فاش كنبغي ندير لهم الفورشتون للشركه ديالي وكنقول لهم فوالا عندنا المغاربه عندنا كفاءات وحنا ما عندناش مشكل في لا لونغ وحنا حنا دغيا كانت انتغراو وحنا تبارك الله كنخدموا كلشي كنبغي ديك الصوره اللي عطيتهم على المغاربه تبقى هي نفسها في الانترفيو يعني حتى ملي كنكون كنختار الناس اللي غيدوزوا معاهم الانترفيو كنختار على هذا الاساس كنختار واحد اللي كنشوفوا لا لونغ ديالو غادي تقدر تعاونوا انه يقنع داك الشخص باش انه ياخذ انا طالب وصلت للبيتزفاي وكنقرا مزيان اللغه الالمانيه
وشفت الباغ بيرسونال تفرجت البودكاست ديال فاطمه الزهراء وبغيت انني نجي انني فاطمه الزهراء ان الباغ بيرسونال انني نخدم معاهم ولقاو لي التوجه الصحيح ديالي خصوصا الشركه نقدر ندوي معاهم ونقول لهم انا ما بغيتش نجلس في قريه انا ما بغيتش نجلس انا بغيت نخدم شركه كبيره بحال اللي قالت فاطمه الزهراء قبيلات شنو هما الحوايج اللي غادي تبغيني انت انا يكونوا عندي قبل ما نتواصل معك هذا كاين في المانيا لا انا كاين هنا اكزامبل اوكي هذا الاكزامبل كاين هنا بعدا كنشوف توجه بعدا كنحاول نشوف واش باغي يبدل غير حيت هو باغي يبدل ولا باغي يبدل حيت ديك البلاصه حيت كيتفشش انا نقول بين قوسين حيت كيتفشش حيت كيكون باغي يبدل غير حيت فيه فشوش شاف مدينه مثلا سمع على دوسلدورف مدينه كبيره وفيها المغاربه وكلشي كيقول لك انا ما عندي ما ندير هنايا غادي نسمح في داك العامين اللي قريت وغنمشي لدوسلدورف ونبدا عاوتاني من الزيرو يعني داك الاعوام اللي كيهضروها ماشي مشكل ضيعت عامين ماشي مشكل نبدا نعاود عاوتاني بزاف انا هذا كنشوفه فشوش حيت نتايا ديجا بديتي في واحد المدينه واخا قريه انت جيتي هنا ماشي باش تسار انت عندك واحد الميسيون واحد 3 سنين عندك شي 3 سنين الاولى ديال المانيا ميسيون جيتي خاصك توقف على رجليك حيت ما حدك مازال ما وقفتيش على رجليك وما عندكش واحد ديبلوم في يديك ومازال ما تبتيش الوجود ديالك هنايا راه مازال انت مهدد بانك ترجع للمغرب يعني شد واحد ديبلوم في يديك سالي الاوسبيلونغ ديالك بغيتي تبدل ديك الساعه بدل دونك هادي هي لوكا الاولى لوكا الثانيه ملي كنهضر معاه وكنشوف هو بصح ما مرتاحش فداكشي اللي كيدير ولا اصلا اختاروا غير الطريق وهذا الحاجه الخايبه والغلط اللي كدار ديك الساعه كنشوفوا لا لونغ واش مزيانه سيتوياسيون ديالو مع الاوسن دي بهدو واش هي مزيانه واش مقاده يعني الورقه ديالو واش كلشي هو هذاك وكيتوكل على الله كنشوفوا واش حنا غادي نلقاو ليه بعدا اون شونس على حسب لي ديبلوم اللي عنده ما تقدرش تعطي لواحد مثلا هي تقولي لي واخا الهدف ماشي هو انه يكون عندنا بزاف لي كونديدا الهدف هو انه يكونوا دي كونديدا مزيانين يكونوا دي كونديدا اللي يكونوا كاليتي اي حاجه كنخدموها بلا كاليتي حيت لا كونتيتي ما عندي ما ندير بها يعني انا كنخدم خدامي وحدين اخرين حيت ماشي هذه هي ماشي هذا هو الدخل الرئيسي ديالي هذا خليني تحدي فوالا هذا ماشي الدخل الرئيسي ديالي يعني ما بقيتش خدامه هذه الخدمه هذه ولا حتى انستغرام راه ماشي الدخل ما عنديش دخل انا اصلا في انستغرام يعني حتى لما خدمت هذا الشيء ما كيهمنيش عندي خدمتي يا خدامه انا ماشي شغلي وهذه حتى الى حاجه الا بغيت نديرها اما غنديرها دو كاليتي ولا ما غنديرهاش كاع علاش غادي نجيب اي واحد ونقول له مرحبا ها دوز وانا يعني الصوره ديالي انا كشركه ما تبقاش مزيانه ولكن باش نشوفوا باغ بيرسونال انا باش تكبر كما قلتي بغيتي تشوفيها في دول اخرى وانه وصلوا لا كاليتي مزيانه ديال المغرب ما يمكنش انك تكوني تخدمي بالمويان اللي عندك بوحدهم ديالك خاصك دي مويان لانهم الناس تساعدوك واش فكرتي في هذه الفكره هذه فكرت بزاف ما نقولش فكرت فكرنا حيت حنا جوج فكرنا مصوت فكرنا بزاف فكرنا بزاف وديجا مصوت سميتو انس 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 اييه انس فكرنا وهذيك هي الوقيته اللي بدينا كنجلسوا مع الانفيستور الكبار هذيك هي الوقيته اللي صافي حتى المايند سيت ديالنا بدا كيتفكر كيفاش كنشوف بدا كيتبدل كيفاش كنشوفوا البيزنس هو فكرتو تمشيو عند ناس جلسنا مع دي مليونير باش ينفيستيو لينا في شركه حلوه دي مليونير المون وواحد مغربي مولود هنا في المانيا ولكن تلاقى معنا عطانا فرصه باش شرحنا ليه وكيسولوك شي اسئله كتبقى تقول ني جاني هذا الشيء هذا باش غنجاوب عليه يعني الطريقه باش كيسولوا الطريقه باش كيهضروا كيفاش كيشوفوا الموضوع على الجهه ملي كيشوفوا منها البيزنس ديالك كيفاش كي واي واحد شي فهذوك اللي جلسنا معاهم اي واحد هضرنا معاه على البيزنس بلان ديالنا نبهر به ما كناش كنتفهموا غير في الامور ديال كيفاش كنقولوا تسير كاين اللي مثلا بغى انه حنا مولين فكره وحنا اللي غادي نجيبوا حنا اللي غادي يكون عندنا لي كونديدا حنا اللي عندنا الكونتنت حنا اللي عندنا كلشي ولكن هو اللي بغى يكون شيف دونك حنا انا وانس بجوج بينا ما ضد هذه الفكره حنا اصلا ضد انه يكون عندنا شيف فانا وياه عشنا بزاف ديال الحوايج خايبين ما يتعلق انه الواحد كيفرض عليك انه راه هو شيف دونك انا وياه ما كنتحملوش هذه القضيه انك تجي عندي اوكي عندك خدمتك عندي خدمتي ما تجيش عندي تقول لي انا شيف ديالك السلام عليكم يعني ما تجيش عندي تقول لي لا انا خاصني دونك هذاك واحد منهم كان بغى يتحكم بغى ياخذ الفكره ديالنا وهو اللي بقى يقول لك دير هذه وما ديرش هذه دير هذه وما ديرش هذه حنا مشينا عندهم اكسبري على ود التمويل حيت حنا ما نقدروش نمولوا شركه كبيره سورتو كان عندنا واحد البلان اللي هو كبير يعني بغينا ندخلوا كبار كما كنقول فما كناش نقدروا نمولوها بوحدنا ودجا بغينا شي واحد اللي غادي يكون عنده الاكسبيريونس في تبدلت العقليه ديالك ملي جلسي مع الناس فريمون تبدلت شوف في 3 سنين 4 سنين الاخرى تبدلت العقليه ديالي 100% شي منين بدلت الناس اللي كنجلس معاهم وكيفاش كنفكر وكيفاش هذا ولا روتين وهذا كلشي تبدل ليا في حياتي كلشي حتى الطريقه كيفاش كنفكر المايند سيت ديالي تبدل يعني وليت كنشوف البيزنس من واحد الجهه اللي وليت وهنا فين كنلقى راسي هنا علاش كنخدم في البيزنس ديفلوبمنت حيت هي الحاجه حيت واخا قريت الميديسين تكنيك ما كتمثلنيش بروغراماسيون فيزيك ما كيمثلنيش داكشي عزيز عليا شي حاجه اللي فيها مبتكر لا كرياتيفيتي يعني شي حاجه اللي غنكون فيها كرياتيف والمانجمنت اجي نسول شويه باغ بيرسونال يلا سير اون فاس معنا انا نعطيك واحد لوجو وانت دوي معايا نقول لك واحد الكلمه وانت غادي تقولي لي مثلا شنو رايك فيها الرعايه الصحيه في المانيا بالنسبه للمغرب
بلاتي نفهم لو جو بعدا. لو جو هو انني غادي نعطيك واحد السوجي وشنو انت منين قلت لك اول حاجه شنو حسيتي به، شنو بغيتي تقولي فيه؟ مثلا قلت لك الرعايه الصحيه بالنسبه للمغاربه. احسن كلمه جاتني هنايا بارفي، احسن كلمه جاتني هنايا بالنسبه للرعايه الصحيه. جاك تهضر على بصفه عامه كمجتمع ولا يعني كمقارنه؟ يعني الناس اللي شافوا ان كيشوفوا الالتن فليكا كي كيشوفوها المغاربه، يعني دابا لا بليبار ديال المغاربه كيشوفوا الالتن فليكا وكيشوفوا الكوخ هما اول حاجه خصهم يدفعوا ليها. اوكي فهمت الكوتي اللي بغيتي تهضر عليه. كنشوفها بوز خايب. بوز خايب. شي كلمه اللي كتهضر لك كنشوفها بوز خايب. علاش؟ حيت دابا اي واحد بغى يبدا لالمانيا، وهذه كتوقع ليا بزاف مع الدراري اللي كيبغيو التوجيه، كنهضر معاهم الو السلام عليكم انا قريت ليسونس ايكونومي ولكن دابا راني كندير ستاج في الهلال الاحمر، وكيقولوا لي بلي راه الا درتي دفعتي للرعايه المسنين راه غادي تقدري تجيب بسهوله. قريتي ليسونس في الايكونومي 3 سنين ولا مع 4 سنين، طالع هابط في الطوبيس كتخلص كتنوض كدوز امتحانات في الاخر غتسمح في داكشي كامل وغدير رعايه المسنين اللي انت اصلا ما عندك بها حتى شي دخل. ولكن انا ما عنديش كيمشي، انا ما عنديش كيم، ما عنديش وكيفاش شنو، انا اصلا ما عارف شنو باغي بالضبط. غتاخذ الدوسي ديالك وغادي تاخذ السي في ديالك وغتقلب على شنو هي البوان فور اللي غادي تستغلها في داكشي اللي قريتي، وغتدفع في دومين عنده علاقه بداكشي اللي مثلا قريتي. انا لقيت البيغو ماناجمنت في اوسبيلنوغ مزيان ليا، ولكن ما كان كونتاكتي الشركات كيصيفطوا لي لايدا وانا عندي بي ايز. شي حاجه فيك غلط. شنو الغلط اللي فيا وانا عندي ليسونس في ليكونومي ودفعت الاولى والثانيه والثالثه؟ شنو حاجه بالبانك ديالك غلط ولا اللغه ديالك ناقصه؟ دونك ما انا مازال ما دوش معايا باش كنصيفط ايميل ما عادي. دونك البيفيربونك ديالي تكون غلطه، البيفيربونك ديالك غلطه، الطريقه باش كتدفع غلط. دونك ليسونس انا بالنسبه ليا كافيه يعني انني ندفع نلقى بيغو في بيغو ماناجمنت بزاف. علاش ما تستغلهاش؟ اوكي حنا ما غادي نقولوا غتحط بلون ا بلون بي، غتحط بلون ا الاول هو اللي غادي تشوف فيه الحوايج اللي عندك انت في الدوسي ديالك وتستغلهم، ما تلوحهمش، حيت هادوك غادي يكونوا بالنسبه لك بوين فور حتى في الرونديفو ملي غادي تلقى، يعني في الانترفيو ملي غتلقى مع داك السيد وغتهضر معاه على الدومين ديالك اللي غادي تدفع ليه، دومين اللي انت اصلا قاري عليه، راه غادي تكون بوين فور بالنسبه ليك انت، هي كتهضر على شي حاجه اللي انت قاريها وعندك فيها الاكسبيريونس، ماشي غتلقى مع واحد انت اصلا ما عندكش داك الدومين، ما عندكش عليه حتى شي حاجه حتى شي علاقه، وغتمشي تدفع ليه غير باش ديروا الطريق وتجي لهنا وتقلب عاوتاني على كيفاش تدفعوا. هذه بزاف اللي كيديروها، وانا ماشي ضد، انا شوف دائما الاسباب اللي كيخليو الانسان يفكر بحال هكا كنحترمها كنقول كنقدرها، كاين غير اللي بدا بغى الطريق سهله، والمانيا راه طريقها ماشي سهله، المانيا كتبغي الصبر. المانيا كتبغي الصبر، كاين اللي كيبدا الايز باغي في 4 شهور يتعلم اللغه، باغي في الشهر الاول باغي يولي، الشهر الاول كيقول كيتشكى كيقول عندي مشكل مع الهون، السيمانه الثانيه كيقول عندي مشكل مع الهون، الله كيفاش السيمانه الثانيه عندك مشكل مع الهون؟ داكشي راه كنبداو نطبخوا فيه. الطريق ديال المانيا كتطبخ بشويه 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 حتى كتصدق في الاخر ولا ما كتصدقش، يعني ضروري خاصك تخلي واحد الغيزيرف كتقول اوكا او مصدقات شادي ندوز لهادي. ما انت باش تلوح داكشي كامل اللي درتيه من هذا قبل تلوحو موراك هكا وتمشي دير شي حاجه ما عندها حتى شي علاقه بداكشي اللي غادي تكون نتايا عندك، ما كنشوفهاش انا شي حاجه مزيانه. الغلط فيك. انا اللي كنت طالب مثلا وجيت عندك فاطمه الزهراء وجيت عند باغ بيرسونال، انا قلت لهم مثلا راه في هذا الموضوع شنو يمكنك تقولي لي؟ انا عييت وصافي وخديت بي ان وفاليت فيه 3 موديل وما نجحتش في الموديل الرابع، وبغيت ندفع سميتو دفعت عند واحد السيد يشري لي كونطرا ب 6 مليون، اش تقولي لي؟ غادي نقول له واش غادي تجيك سهله تحل السرجم بحال هكا تشد 6 مليون وتلوحها من السرجم بحال هكا وبقى كتفرج فيها وهي كتلاح؟ وغادي نسولو سؤال ثاني داك 6 مليون جبتيها؟ لا فاطمه الزهراء قال لي عطات لي ماما، ولكن راه قال لي هو باللي راه ما عطاني مليون في الاول، ولكن داك الخمسه نكملها لي تنسالي. واخا واخا تكون عطاتي خرجي الفيزا، واخا تكون عطاتي غير نص مليون، كتعرف تقرا؟ شنو قراي المانيا؟ كنعرف نقرا، خديت كنعرف نقرا. عندك بي ايز؟ عندي بي ايز، بقى لي فيه موديل ولكن انا نقدر نفاليدي ونعاود هذه. انا عييت مع الدار ومع الشاكيل والضغط. شحال قريتي؟ قريت 7 شهور ديال اللغه ولا 8 شهور. شحال انفيستيتي ديال الفلوس؟ انفيستيتي بزاف، خلصت اللغه ب 1400 درهم وقريت هذه ب 1200 وعاوتاني جيت خديت البي ام ب 2000 وعاودت الموديل ب 800، يعني يعني تقريبا شي 15000 درهم. اوكي 15000. كتعرف تكتب؟ كنعرف نكتب شويه، كنعرف نكتب كنكتب شرايل. كتعرف تستعمل الانترنت؟ كنعرف نستعمل الانترنت. كتعرف تدخل تقلب على سيت ويب؟ هو راه عادي كلشي كيقول لي هاد الهضره هادي، ولكن ملي كندخل نصيفط استاذه فاطمه الزهراء كنلقى مشكل. شنو كتصيفط؟ كنصيفط لهم ايميل. شنو كتصيفط في الايميل؟ كنصيفط لهم هالو قول انت ماين هادي، انا عندي بي ام بي ام بي ام باش خديت الشهر اللي فات وما تقدش تدير معايا كنعرفك ستريسيتك. انا عندي بي ام قبل خديتو بي ام خديتو بهكا وراه لقيت مشكل وما بغيتش نعاود داك الهغن، شنو ندير دابا؟ ماشي المشكل ديالك شنو هو؟ شنو المشكل؟ ما عرفتش راسك شنو كدير. جايك الامور ساهله غتمشي، ما فيكش اللي حرق راسك، معكاز انت معكاز، ما فيكش اللي حرق راسك، باغي تعطي 6 مليون لواحد يحطها في جيبو غادي يدير نفس الحوايج اللي غادي دير فيهم انت يا دابا، وانت قاري اللغه، المشكله انك انفيستي ديجا الفلوس،
حاط ديجا الفلوس يعني داك 6 المليون الا زدتيها غادي تكون غير كتلوح مترجم حيت انت ديجا حطيتي الفلوس علاش تكون قريتي داكشي كامل الا انت غتمشي عند واحد وبسهوله غادي يدير داكشي اللي انت قادر ديرو غتدخل السيت وتقلب على 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 شي مدرسه تقلب على شي شركه وتدفع لهم داكشي اللي خاصك تدفع لهم ولكن تدفع بطريقه صحيحه واش نجيك الصراحه فاطمه الزهراء بغيت نتهنى ها وصافي جيني صافي انا بغيت نتهنى صافي انا عييت انا نفسيا ملي كنقرا اللغه والادول بي ان عييت صافي ما قديتش انني بغيت نمشي نحط رجلي تما واللي بغات تجي تجي ما صالحاش لك المانيا تقلب على بلاصه واحده اخرى حيت المانيا غادي تجي ليها الا كنتي ماكاز غير بقى في داركم عرفت مزيان تي خلاص بقى في داركم لا نجيكم الاخر حيت شوف الانسان ما كيبغيش يواجه داكشي اللي عنده لداخل باغيها سهله ما كاين حتى شي حاجه سهله شنو كتحط رجلك في المانيا عاد كيبدا الصراع الحقيقي مع الحياه حيت ديك الساعه كاين انت وسيدي ربي ما كاين لا والديك لا خوتك لا حتى شي واحد وهنا ماشي حنا في المغرب دابا المانيا البقاء للاقوى كما كنقولوا صحاب ماشي ديما صحاب معارف صعيب باش دير صاحبك في المان العائله حتى الا كانوا عندك العائله ماشي ديما غيبقاو هزينك حيت الغربه هذيك ما يقدروش يهزوك ديما شكون غيهزك غيهزك راسك غيخصك تفيق مع الخمسة الصباح الا كنتي كتخدم غيخصك تمشي تخدم مع الخمسة الصباح وانا كنت كنمشي كنت كنصايب الكارطون كنت كنسد الكارطون كنت خدامه في واحد الشركه في الصيف ما كنتش كنهبط للمغرب باش نقول لك ما كنتش كنهبط للمغرب 50 ما هبطش للمغرب كاع علاش في الوقيته ديال القرايه كنت كنقرا وفي الوقيته ديال الصيف كنت كنمشي نخدم فول سايت باش نجمع شويه ديال الفلوس باش نقرا يعني كنت كنفضل انه ما نمشيش ندير اولوب واخا خوتي راه حدايا وما كنمشيش عندهم كنمشي كنخدم كونتيني باش علاش باش نجمع شويه ديال الفلوس نحطها ويكون عندي شويه ديال ريزيرف باش منين ندخل نقرا نكون حسب راسي مرتاحه فاطمه الزهراء ماشي كلشي عنده بحال الجهد اللي عندك ماشي كلشي عنده هاد القضيه اللي عندك انا ناقشه مع الفكره انا عطيك جي للالمان باش تقاتل جي للالمان باش دير مي انا بغيت نوصل الفكره لداك الشخص اللي تبنيته اللي هو داك الشخص اللي بغى يشري كونطرا يوصل كنبغي نعاود نشفق عليه فهمتي شوف ما شو اذا كانت فلوسك وبغيتي تضيعها ولا ديرها عاودها لراسك ولكن كنتي كتاخذها لوالديك كتشوف والديك تقطعوا عليها وانت تمشي تقنعو باش تعطي تقنع باباك باش تحيد ليه فلوسه اللي عم الله كيفاش جمعها راه هو كيبان ليه المليون مليون هادشي اللي كنقول وتهزو وتعطيه ليه وتمشي ليه دونك الوالدين هذه هي اللي قاصحه دونك هي ماشي ما تمشيش لالمانيا بارك عليك بارك عليك بالحياه لانك انت غادي تشفر لوالديك فلوسك بحال هكا دونك انا هذه الزاويه الامور من هنا اما بالنسبه انه خاصو يتقاتل وخاصو يتعذب وياخذ هذه ديما بديك القضيه ديال الهارد واي فهمتيني ياخذ الامور بالهارد واي ياخذها به ما تحتاجش من غير انك تزيد تقلب شويه وتعطي دي زانفورماسيون شويه خاطر راسك وانك تب شويه بشويه تجلس وتفهم انت شنو باغي في الحياه وجلس واحد 6 شهور ما فيها عيب جلس انا واحد 6 شهور نشوف انا شنو باغي ونشوف انا شنو فين باغي نوصل حياه استرخاء راه مشيت ما تقدر تجلس 6 شهور جالس تما خبط صايت كلشي كيجلس تما ورا الدري مشى تما بفيغ تخاك عاوتاني كيقلبها ونعطيك واحد المعلومه اي واحد شرا كونطرا اي واحد مثلا يشرى كونطرا يبدل داك البيتري ما يمكنش يكمل فيها ما يمكنش تكمل البيتري بشاريه كا صاحبي ما يمكنش علاش لانك جيتي في واحد لي كونديسيون باش يعطيوك كونطرا وانت ما دوز لا فورشتي ما كاينش بريس ما دوز لا اونتروتيان ما دوز والو جاي انك طق انا راه وصلت الفيزا وتبوست عليا في الانستغرام زعما ودي لي راك انا وهادي وصلت منشن غلادباخ صاحبي شيم اوف يو صاحبي بالروج ولا شيم اوف يو ما بقاتش الوجهيه دابا من بعد غادي تشوف انك خصك تثبت ذاتك دات خصها تثبت انا راه كنت عصام كنت حمز على المرة دونك دونك في المانيا غتثبت ذات كنديروا بودكاست وكنشوفوا فاطمه الزهراء وصلنا واحد لو بوين ان شريف راه وصلت انها قالت لك بغيت نثبت راسي من بعد ما ساليت انا الباتشلر دونك انت ملي توصل تبغي تثبت راسك باش تثبتها 4 سنين في المانيا ما قدرتش ندير اللغه الالمانيه راه هذا هو لو بروبليم اللي كنقول لك علاش الانسان معكاز انسان معاش انا شويه هارد في هذه القضيه هذه حيت ما عطيتكش اسباب ما عطيتكش اسباب حيت انت ملي غتبقى تقول لي تبرر لي تعطيني مبررات هذوك راه بالنسبه لك غير مبررات خاويين حيت كون بغيتي تلقى طريق اللي غتخليك انك تعلم اللغه مزيان وتوصل وهذا كنتي غتلقاها وما يمكنش شي واحد ما يمكنش شي واحد كيدير شي حاجه وما يلقاش نتيجه شتي الا حتى داك النتيجه ما كانتش زوينه ماشي مشكل شنو تقولي لذاك الشخص شنو تقولي لذاك الشخص فاطمه الزهراء اللي كيبيع الكونطرا واه عجبني عرفتي علاش حيت شوف الكونسيبت تحل كامل بسبب داك الشخص كونسيبت تحل كامل بسبب داك الشخص ودا ميساج جاو من عند دوك الاشخاص علاش خلينا ترزقوا الله بحال هكا مكتوبه خلينا ترزقوا الله راني عارفك فين ساكنه معاك كنت كنبوستي في الاول فين كنت ساكنه وداكشي راني عارفك فين ساكنه وغادي تخلعني وغادي تخلعني انتي معاك الصوت ما كاينش ما تخافيش معايا لا لا المضره بلاد القانون ما كاينش ما غاديش نتخلع فهمتي يعني بالعكس داكشي كيزيد هكا كتحس براسك انت وصلتي الصوت ديالك راه وصل يعني السيد راه بدا كيخاف فهمتي وكنقول هذاك السيد تقدر انك دير بيزنس وتربح منه ولكن ماشي على حساب ظهر ولا على ظهر شنو تقول لك الطلبه اللي كيمشيو يشراو كونطرا
وكيتقلبوا ولا بغا هو يبيع الكونطرا تستاهلوا تستاهلوا عرفتي علاش حيت هو اللي ماكاز هو اللي ما فيش اللي يقلب باغي الامور سهله سهل انه يجي واحد يضحك عليك ويدير لك 6 مليون ولا هو ولا كيبيع الكونطرا حتى هو حتى هو ولا كي حتى هو كيقول نقلب معايا القاطع ها انت غتشفر هنايا غدا قدام الله كي غدير ليها هذيك كتسمى شفره يعني كتشفر لانه ما كاينش شي بزنس ما كاينش واحد غادي يصايب لك شي حاجه كتستاهل 6000 اورو ولا 5000 اورو ما كاينش واللي كيستني اكثر علاش قلت كاين شي وحدين كيستاهلوا واحد هادو في بار بيرسونال بغينا غير يصايب لينا سيفي 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 صايب لينا سيفي في الاول ما كناش دايرين داك القضيه ديال انه حنا اللي كنصايبوا لي سيفي كنعطيوهم كنعمروا ليهم كلشي فين يعمروا خصهم يامروا غير هما لي زانفورماسيون ديالهم كيقول لك شنو غادي نمشي نخلص واحد اخر اللي يعمر ليا لي زانفورماسيون علاش واش كاين حنا في 2023 كاين شي واحد ما عندوش سوق انجل بيسي باش يعمر بيسي باش يعمر لي بنسلاف باش يعمر سيفي هو نورمالمون خاصها تكون هي طابيلاغ ماشي لي بنسلاف يعني شي حاجه لي بنسلاف تكون هي مقريه لي زانفورماسيون ماشي يتحرك غيمشي يخسر 500 درهم وحده قالت لي غنخلص 500 درهم لواحد الدري في سيبر وغادي يعمر ليا سيفي غادي يصايب ليا سيفي قلت له خلي عندك 500 درهم وخلي عندك سيفي انت ما صالحاش للالمان غير بقاي حيت معكازين بحال هادو ما نديتش معاهم الهضره بزاف الا كنتي انت معكاز اش كتسنى انك دير فلا واش كتسنى انه غادي تجي وغتهبط للبريف كاسنو غادي تلقى كل نهار تلقى بريه تما حاطه لك فيها الفلوس غتحط حد الفلوس انا جبتك عزيز داد التاس كتقوك يرمي لك جوايات ديال الفلوس حتى داد التاس عنده الحق حيت راه ما يمكنش كيفاش كيتصوروا يعني وعلاش هادو ملي كيجيو كيدخلوا في ديبرسيون من بعد حيت كتعلي الفروستيرون ديالك بزاف وملي كتجي كتلقى واقع واحد اخر التخيل ديالك كتخيل بزاف الحوايج تعلي بزاف وملي كتجي كتلقى واقع واحد اخر دونك انت في المغرب باغي تخلص 500 درهم على انك تصايب سيفي بوحدك هو تستاهل شنو تقول لي داك لي زانفلونسور اللي كيطلعوا بحال هكا كيبقاو يحرشوا باللغه الالمانيه والالمانيه كيفاش شنو كيبقاو كيبقاو كيديروا ترولات 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 بداك المانيا بحال كيقول لك فهمتيني انت يلاه جيتي للالمان وكيبقى يضحكوا على داك دوك الناس اللي كي كاين شي واحد كيضحكوا صراحه كاين شي مؤخرا تلاقيت مع واحد لاباج صراحه ولات كتضحكني واش كنصيفطها للدراري في الجروبات اللي كيقراو عندي كيبقاو يديروا ميمز نهار شديت البي اي وصلوا معاش المطار اه في المطار كياخذوا هكا دي بيرسوناج ديالنا حنايا في المغرب معروف دا داس مثلا ولا شي كلمات كيتقالوا له هادو كيحطوهم على دوك الفيديو كيعجبوني بالعكس الانسان كيترزق الله كيدير كونتوني على ظهر الالماني قلت لك انا المانيا ولا دايره البوز ولا اي واحد باغي يحل الكونت في انستغرام ويدير ولا كيقول لك النص في المغرب يقرا الصيدله في المليون نص يقرا الالمانيه صح الانسان كيبغي يدير يقضي اموره بالكتمان حتى كيسهل الله وصافي يعني فاطمه الزهراء ما تخيش بك فاطمه الزهراء وراه كاين بزاف ما يتقال عرفتي عرفتي انا عارف انا سولهم الا بغاو بارت صغير نقدروا نديروا وراه ماكرهش الله ماكره نديروا ان شاء الله في المانيا صافي ان شاء الله ان شاء الله دونك فاطمه الزهراء كنرسل لك جميع التحيات شكرا بزاف على هذه الحلقه هذه فريمون كانت حلقه الاخيره اللي كنا قلنا الله سبحانه وتعالى كيسال كل واحد انا فانا الطيف الاخير ديالي مفخور به انا فخوره بك شكرا تصوري انا وياك اول مره نتعرف عليك كنتعرف عليك في البودكاست ان شاء الله يكون بزنس قدام ان شاء الله نديروا لكم شي حاجه اونصومبل كنبغي نشكرك انت كنبغي نشكر مول الصوت ان شاء الله اللي خلى دفع بوشا 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 هذا الابداع هذا ولكن قلتي واحد القضيه قلتي انه دار سميتو واحد ادير كنت باغي في الاخر ضرتني في راسي ضحكاتني دار امباكت زوين وخايب ما عرفتش كيف قلت خايب قلت لك دابا هو زوين بطريقه خايبه ديال انه تخت في راسي واحد الثقه ديال شوف راه تقدري تبدلي العالم فهمتي ديال ملي كان كيهضر معايا على الموضوع ديال انه شوفي كيفاش كتهضري زوين شوفي كيفاش هادي انت لا لونك راك مزيانه فيها علاش ما ديريش هادي علاش ما ديرش هادي هذيك الشيء اش قلت لك دار واحد الامباكت ديال نقدر نبدل العالم بهذيك الهضره هذيك فهمتي وين كنتمنى لك التوفيق في المسيره ديالك انا ان شاء الله راه نقدر نجي للعرس مرحبا راه استاذه فاطمه الزهراء راه عندها العرس ان شاء الله راه جاتي على ود العرس البودكاست كان يطرق جاي من القاعه عندكم امور العرس ان شاء الله غادي يمشيو للعمره دونك ملي غادي سبوستا كنظن هذا غادي يكون كلشي داز غتكون كلشي داز ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله ربي كلشي داز مزيان الله يوفقك في حياتك الله يوفق اي واحد العائله الصغيره كنرسل انا تحيات للوالدين ديالك امين وكنقول لهم الحمد لله قدروا يجيبوا لنا مغاربه بحال هكا انا فخور بانني مغربيه وصلت لهذا الفكر كيفاش كتفكر وشنو باغا دير من بعد وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله على الاعداء ديالك وانا راه معك قلبا وقالبا باذن الله واي حاجه احتاجيتي ولا اي حاجه كان راه الاشاره ديالك شكرا بزاف شكرا جزيلا كنتم مع برنامج الحمل الالماني الموسم الاول انتهينا من البودكاست صافي سالينا برنامج قد انتهى كنبغيكم انكم تدعمونا ما عمري ما قلتها هذه وما بغيتش نقولها ولكن دابا انا محتاجها علاش لان غادي نحبسوا الموتيفاسيون ديالكم واش هذا البرنامج نجح ولا لا هو من ناحيه ديال الاشتراك ما غاديش يغنينا ولا يدير شي حاجه ما غادي يبين ان هذا الشيء اللي درنا وهذا الشيء اللي كان امباكتيو الناس يعني راه شي حاجه مزيانه نقدروا نكملوا فيها سينون الموسم الثاني موعدنا ان شاء الله يقدر يكون في رمضان يقدر يكون على حسب دونك نقدروا اننا على حسب الكونتوني اللي غادي نجيو ما بغيناش اننا نجيو ونعاودوا نجيبوا ضيف آخر. لانه صافي سالس ما بقاش
قاش نقولوا تعالي نجيبوها ونعاود ندويو على تكوين امقى وكنعاودوا شي حاجه هي. وكما قالت قبيله فاطمه الزهراء كاين شي واحد اللي يكون بيرفيكسيون، انا بيرفيكسيونيزم بزاف، انا عزيز عليا تكون لا نديروا شي حاجه نديروها على حقها وطريقه. دونك انت اللي تفرجتي من الموسم الاول، الموسم الاول كامل بزاف الحلقات ديالو كاملين، فكانوا واحد الناس هنايا كان واحد الناس اللي شاركوا في هذا العمل. انا منو ما شاركتش فيه، انا ما شاركتش فيه جي ال اس، ما شاركتش فيه الكونسول، شاركوا فيه واحد بزاف الاشخاص اللي خلاو هذا الكونتوني يكون هكا. اول واحد اول واحد اللي كنرسل ليه الشكر هو انس بي. انس بي هو المدير ديال شركه وي ريزولف، وشركه وي ريزولف الى صايبت لنا المايك، اللي كتدي لنا اللايتينغ، اللي كتصايب لنا اللي صايب لنا الكونتوني كامل ديال الكونسلتور، اللي كتوجهك، اللي جايه دابا مع 12 ونص الليل ولا 11 وحده الليل واقعا وحده الليل، حنا باقي كنصوروا وباقي غادي يجي لدارهم. هذا ما خلف الكواليس كاين واحد الشخص كذلك سميتو يوسف، يوسف كذلك اللي هو المصور اللي كيبقى معاك بلا ديتاي. انا كنبقى ندير بحال كيقول يا عندك يعني واحد باقي حاضي معاك انت باش الكونتوني ديالك يكون زوين. يعني انا مجيت شاكور لهاد الناس هادو، اي حاجه كتكون وكتبان لك زوينه فهما كيكونوا واحد جنود خفاء موراهم. انا اعوذ بالله من قولتي انا كنت سبب إيه، ولكن كنت واحد الفقره نقدروا نقولوا 30%. كانوا الضيوف كذلك، كنشكر جميع الضيوف اللي مروا معنا، مر معنا عبد المجيد الشاكوري، مروا معنا بزاف ديال الناس، مر معنا كذلك تويجري، تويجري احسن حلقه دازت عند بالنسبه للتكوين المهني بالنسبه للطلبه، قدروا يستافدوا بزاف. زين بوخمسه طالبة عندنا على مشاهدات، هاد الناس كاملين هادو فهم امباكتاونا، امباكتاونا حنايا باش نديرو ان كونتينيو، امباكتاونا حنا باش نوصلو المعلومة ليكم نتوما، وهاي المعلومة وصلات وها هما لي زانفورماسيون كاملين عرفتيهم. ورجعت للبرنامج الاخر هادشي كامل غير بتسالك بلا ما تسالك. شكرا جزيلا، الى اللقاء في فرصة اخرى، توحشوكم، سلامة. باي. سلامة اختي فاطمة الزهراء.